ال related angles. طبعا احنا عارفين ان ال lesson ده مهم جدا وهنستفيد بيه في السنين الجاية يعني، فما ينفعش حد ايه يكون بيتلخبط في الحاجات دي يعني. يلا بينا. طبعا ده اللي احنا كنا كاتبينه على البورد، تمام. بس اللي احنا برضو كنا كاتبينه كان اكتر، كنا كاتبين كمان السك والكوسك وكله. بس ايه يعني، عشان لو حد ايه ناسي او كده، فطبعا لازم نكون عارفين اول حاجة الاستيك رول، ان هنا الاول بيكونوا بوزيتيف، هنا الساين والكوسك اللي هي الريسبريكال يعني بتاعت الساين بيكونوا بوزيتيف، التان والكوتان والكوزاين والسك في اخر كوات. طيب وطبعا لازم نكون عارفين برضو الانجلز الطيبة والانجلز الايه الشريرة. اي حاجة فيها 90 و270 فبيكونوا شريرة، بحيث ان هما دول بيغيروا اصلا الفانكشن يعني الساين والفانكشن كمان، تمام. اما ال 180 وال 360 والنيجاتيف سيتا وكده دول ايه طيبين عادي، تمام تمام واحنا ماشيين كده هنعرف برضو ايه الستبس وكده. احنا كنا قايلين الستبس يعني ايه سريعا، تعالوا نقولها. اول حاجة بنبص عليها هي ايه، احنا في انهي كواد، تمام. ف 90 بلس دي في السكند كواد مثلا، تمام. بعد ما نعرف احنا في انهي كواد نبص على الفانكشن، الفانكشن دي بوزيتيف ولا نيجاتيف في الكواد ده، تمام. فلو كانت بوزيتيف فخلاص بوزيتيف، لو كانت نيجاتيف فهنحط اشارة ايه نيجاتيف، تمام. بعد كده اخر حاجة بنبص على الانجل، هل دي طيبة ولا شريرة. لو كانت طيبة فالفانكشن هتنزل زي ما هي، لو كانت شريرة فلا الفانكشن هتتغير، تمام. تتغير ازاي؟ الساين هتبقى كوزاين، التان هتبقى كوتان، وطبعا الكوسك هتبقى سك، تمام. تعالوا نكتب كده الستبس. اول حاجة احنا في انهي كواد، بعد كده الفانكشن بوزيتيف اور نيجاتيف في الكواد ده، ان ذيس كواد، تمام، عشان نحدد الإشارة. بعد كده الأنجل مالها طيبة ولا شريرة، الشريرة يعني اللي هي 90 وال 270، أما الطيبة اللي هي ال 180 بقى والنيجاتيف سيتا وال 360 والكلام ده، تمام. فلو كانت، خلينا نودي ده فوق بس شوية، لو كانت شريرة فهل فانكشن هتتغير، هتتغير ازاي؟ بالحاجات اللي هي مكتوبة فوق دي هاي. اما لو كانت طيبة فالفانكشن ايه زي ما هي، تمام تمام فيلا بينا نبدأ بالستبس اللي احنا ايه عرفناها. يلا اول سؤال، يلا 90 بلس سيتا اني كواد. تعالوا نعمل زوم كده، تعالوا نعملها كده من غير ايه وايت بورد، ماشي. يلا 90 بلس سيتا اني كواد دي سكند كواد، نكتب كده. طيب الكوتان في السكند كواد بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف طبعا. طب ال 90 شريرة ولا طيبة؟ شريرة، فيبقى هتغير الكوتان لايه؟ لتان، تمام. فيبقى نيجاتيف تان سيتا اللي هي تشويس بي. حلو، اللي بعده يلا بسرعة بقى. ها second word 180 minus، احنا لازم نكون عارفين ده 0 ده 90 ده 180 ده 270، هنكون هم ملاحظين بقى 180 minus يبقى احنا كده على طول ايه في السكند كواد، 180 plus يبقى في الثيرد كواد، 270 plus يبقى في الفورث، 270 minus يبقى في الثيرد، 90 plus يبقى في السكند، 90 minus يبقى في الفيرست، تمام. احنا في السكند كواد التاني بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف طبعا. ال 180 طيبة فهتنزل زي ما هي، تمام، اللي هي choice B برضه. بعدين يلا 90 plus طبعا ايه second، ال sec في ال second كواد positive ولا negative؟ انا عارف ان في ال second ال sign positive. طيب ال sec، لا ال sec دي كانت ال reciprocal بتاعت ال cosine، لا يبقى negative بقى. طب ال 90 شريرة ولا طيبة؟ شريرة، يبقى cosec C اللي هي مش موجودة أصلا في التشويس. تعالوا بقى إيه
هنا ارخم بقى شويه، ان هو عايز يشوف بقى مين اللي هيدينا نجد الكوساك سيتا في التشويسز كمان. تعالوا نبص هنا، دي في السكند ولا في الفيرست ولا في الايه؟ اه دي في السكند كواد، السكند كواد الكوساك بوستيف ولا نيجاتيف؟ اه دي بوستيف، يبقى بوستيف، ودي طيبة فتبقى دي كوساك سيتا وبس من غير النيجاتيف. طب تعالوا نشوف اللي وراه، 180 بلس، يبقى ده كده في الايه؟ في الثيرد كواد، يلا دي ثيرد الكوساك في الثيرد نيجاتيف 180 طيبة، فتبقى نيجاتيف كوساك سيتا. دي المفروض ان هي تطلع ايه الاجابة الصح. طب تعالوا بس ايه نراجع التانيين، يلا 270 ماينس دي في انهي كواد؟ ثيرد صح، كوساك دي كوساك ها طبعا في الثيرد بايه نيجاتيف 270 شريرة، فهتبقى سيك سي. يلا بسرعة بقى، دي في الفورس كوساك في الفورس نيجاتيف تمام، عشان الكوساك دي الرسم بجردات الساين تمام، بنغير ايه الحرف متغير فايه محدش يتغلط نيجاتيف 270 بتشقلب تبقى دي نيجاتيف سك سي تمام. بس فهيطلع برضو الإجابة الصح هي تشويس بي زي ما احنا ايه توقعنا تمام. يلا اللي بعده، اللي بعده 270 ماينس ثيرد، الكوزين في الثيرد نيجاتيف 270 بتشقلب يبقى ساين سيتا، يبقى نيجاتيف ساين سيتا تشويس سي. ها 270 ماينس في ثيرد، كوزين في الثيرد نيجاتيف 270 بتشقلب تبقى نيجاتيف ساين سيتا. هاي هو اصلا جيفن ساين سيتا ب 3 اوفر ال 5، فهنعوض بس بيها فتبقى نيجاتيف 3 اوفر ال 5 اللي هي تشويس بي تمام. يلا اللي بعده 90 ماينس دي في الفيرست كواد، الكوزين في الفيرست اكيد بوزيتيف. طيب 90 شريرة يبقى الكوزين هتبقى ساين، يبقى ساين سيتا، يبقى دي كلها بساين سيتا ماشي. ساين سيتا تايمز كوساك سيتا بقى، اما الكوساك دي انا عارف ان هي ايه الريسبريكال بتاعت الساين، يعني دي 1 اوفر ساين سيتا صح ولا لا؟ طب المالتيبليكيشن بقى بتاعهم، اما الساين سيتا هتروح مع الساين سيتا يديني كام؟ 1 اللي هي تشويس بي تمام. سؤال ظريف يعني. اللي بعده السمبلست فورم بتاع الاكسبريشن ده ب ايه؟ تعالوا نشوف 90 ماينس ده في الفيرست كواد، طبعا الفيرست كواد التان بوست 90 شريرة فهتبقى كوتان سيتا، بعد كده عايز يعملها بلس 90 بلس السيتا 90 بلس ده كده ايه سكند كواد، التان نيجاتيف في السكند كواد 90 بتشقلب فتبقى نيجاتيف كوتان سيتا، يبقى كوتان سيتا بلس نيجاتيف كوتان سيتا، يعني كوتان سيتا يعني ماينس الكوتان سيتا فيدينا كام؟ زيرو ده تمام. اللي بعده يلا تان 45 بلس الاكس، مشكلة دي صح؟ طيب مش انا ال 45 دي هي 90 ماينس 45 او لا؟ اه ما هي 90 ماينس 45 بكام؟ 45، يعني كده انا ما غيرتش حاجة. طيب يبقى انا ببساطة اقدر اقول ان تان ال 45 بقى بلس اكس على بعضها هي 90 ماينس 45 بلس الاكس، غيرت حاجة انا كده؟ لا. بس نركز بقى هنا عندنا 90 ماينس، بس الماينس دي مش على الانجل كلها صح، او مش على البارت ده كله، ولا دي على ال45 بس، انما هنا دي في بلس. طيب انا عشان اخليها على البارت اللي ورا بقى الماينس دي كلها اعمل ايه؟ انا عايز اخليها كده، نغير الاشارة دي. غيرت انا كده حاجة؟ لا. تعالوا لو حد حاسس مثلا ان انا غيرت حاجة، تعالوا نشوف هي 90 ماينس، نوزع النيجاتيف ماينس 45 ماينس مع ماينس يبقى بلس اكس صح ولا لا؟ طب ما 90 ماينس 45 بكام؟ ب 45، بس يبقى 45 بلس اكس، مش هي دي اصلا اللي موجوده في السؤال؟ يعني انا كده ما غيرتش حاجه، كل اللي انا اللي عدلته ده كاني ما غيرتش حاجه. يلا بينا بس كده بقى ببساطه اقدر احلها ازاي. يلا 90 ماينس بغض النظر بقى ايه اللي جوه، اي بتنجان، طالما 90 ماينس يبقى احنا كده ايه في الفيرست كواد. طيب في الفيرست كواد التان بوستيف والنيجاتيف بوستيف طبعا،
فتبقى positive. تمام. طيب ال 90 بتعمل ايه؟ شريرة، بتقلبها ل كوتان اللي بعد بقى ايه الماينس ده، هتبقى 45 ماينس الاكس على بعضها اللي هي تبقى تشويس كام يعني؟ اه دي. تمام، واضحة ولا لأ؟ هنبقى نوضحها بطريقة تانية يعني قدام، يعني لما هنجي نيجي نحل في مسائل الـ SA وكده هنلاقي في طرق إن احنا نكون عارفين يعني إن التان كام يساوي كوتان كام، لازم يكون الصم بتاع الأنجلز يعني كام، احنا نعرفه 90 يعني المفروض. تمام، يعني لو كوتان ألفا مثلا بتساوي تان بيتا، تمام، فزرفور إن الألفا بلس البيتا ده بيكون equal ال 90 بلس 180 n. تمام، ده الجنرال فورم بتاعها يعني. لو ال n دي مثلا بزيرو فخلاص يبقى الألفا بلس البيتا equal 90. طب تعالوا نشوف كده، هل 45 بلس x بلس 45 ماينس ال x هل دي ب90؟ أو لو نلاحظ هنلاقي ال x هتروح مع ال x يدينا 45 بلس 45 اللي هي بكام؟ ب90 فعلا، فدي مظبوطة. تمام، هنتكلم عليها قدام باستفاضة يعني. يلا بينا. sin 30 plus x cosine 60 minus x، احنا هنستعمل برضو ايه نفس الاسلوب. تعالوا طيب، يلا sin 30 plus x مش دي اقدر اعتبرها برضو sin 90 minus كام بقى ال 60 minus ال x، دي كلها في براكت على طول بقى، احنا خلاص فاهمين صح ولا لأ؟ اه، هي 90 minus 60 ما هي ب30 اللي هي كانت موجودة في السؤال. وليه هنا غيرت الإشارة؟ علشان أخدتها ايه كأني أخدتها common factor يعني. تمام، آه، علشان تبقى 90 minus أي بتنجان، ال brackets مهمة جدا. طيب بس بقت sin 90 minus 90 minus ده في ال first quad، first quad ال sin positive وال 90 شريرة فهتقلبها cosine، فدي تبقى equal cosine اللي بعد بقى النيجاتيف هيبقى 60 ماينس الاكس صح؟ اه، لو نلاحظ بقى هنلاقي ايه، ما هو ده اصلا الدينومينيتور، طب ما ده هيروح مع ده يديني كام؟ 1 طبعا. تمام. طيب لو حد مثلا في السؤالين دول مثلا ما كانش عايز يحل بستيبس، هل ينفع؟ اه عادي. ازاي؟ ممكن تفرض الاكس بأي رقم، افرضها مثلا ب 33 مثلا، رقم يكون وحش يعني عشان ايه ما يبقاش موجود زيه في التشويسز يعني. فالاكس مثلا هنا لو ب 33 مثلا، هنحسب بقى على الكالكوليتر تان 45 بلس 33 وندوس ايكوال نشوف الرقم هيطلع كام، ونجرب التشويسز لما نيجي نعوض بقى عن الاكس ب 33 في كله ونشوف الرقم اللي هيطلع ايه زي اللي انا كنت عايزه. تمام، وهنا برضو نفس الكلام، ممكن اعوض برضو الاكس ب 33 او 22 او اي حاجة. تمام، ونشوف برضو ايه الفاليو هتطلع كام، هتطلع فعلا ايه ب1. ده يعني اسلوب ايه لو حد مش عايز يوجع دماغه يعني، هو عايز يكون متأكد برضه من الإجابة يعني. تمام، اللي بعده يلا 90 minus first quad، نكتب كده first sin positive ودي positive و 90 شريرة بتقلب cosine سيت ال sec 30 minus دي ايه في ال fourth quad. تمام، فورس كواد السك بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، لان السك دي الريسيبروكال بتاعت الكوزاين، والكوزاين في الفورس كواد بوزيتيف، السك دي مظبوطة بوزيتيف عادي. طيب 360 بتقلب ولا طيبة؟ طيبة عادي، فدي تبقى سك سيتا. تمام، ماينس 270 بلس في فورس كواد كوزاين بوزيتيف ال 270 هتعمل ايه؟ هتشقلب، الكوزاين دي هتبقى ساين سيتا. تمام، النيجاتيف دي جت منين؟ هو اصلا اللي حطيتها. تمام، مش انا اللي حطيتها من عندي، لا نلاحظ يعني حاجه زي كده، دي في الفورس كواد اه الاشاره بتاعت الكوزاين بوزيتيف، بس هو كان حاطط نيجاتيف عادي، النيجاتيف دي هتنزل زي ما هي. تمام، بعد كده 180 بلس في ثيرد كواد. طيب في الثيرد كواد الكوسيك بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف طبعا، فالنيجاتيف مع النيجاتيف اللي هي اللي بره دي هتقلب بوزيتيف ماشي. بعدين 180 طيبة فهتبقى عادي كوسيك سيتا. تمام، يلا بينا. طيب كوزاين تايم السك
ما السيك دي هي الريسبريكال بتاعت الكوزاين، فالاتنين مثلا هيروحوا مع بعض يدينا ايه 1 بالديفيجن، يعني هيدينا ايه 1. بعد كده بلس الساين والكوسيك برضو نفس الكلام، الكوسيك هي الريسبريكال بتاعت الساين، فساين سيتا هتروح مع الساين سيتا يديني برضو ايه 1، 1 بلس 1 2 ده. تمام، اللي هي تشويس دي. بعد كده بيقول if a plus b equal 90، حلو 10 a عطيها لنا ب 1 over 3، عايز بقى 10 b. طيب ايه المشكلة؟ عشان عارف ان ال b دي ممكن اعتبرها هي 90 minus ال a، صح ولا لأ؟ ما هو ال a، ان اصلا ال a plus b equal 90، يعني لو وديت ال a دي الناحية التانية، لو عايز تجيب ال b في سايد لوحده هيبقى equal 90 minus ال a. مظبوط، بس يبقى هو اللي طالبه هو tan 90 minus ال a. طيب 90 minus first equal ال tan positive طبعا، وال 90 شريرة فهتبقى cotan a. تمام، طيب هو عطيني ال tan a، طب انا عايز ال cotan، عادي ال reciprocal بتاعه يطلع 3 ببساطة. تمام، بعد كده برضه هنا بس كاتبها باي اوفر 2 اللي هي 90. ماشي، برضه عايز ساين اكس ماينس ساين واي بقى اوفر ساين اكس ماينس كوساين واي. طيب يعني اقدر اقول ان هي ساين اكس ماينس ساين واي، ممكن اشيل الواي واكتب باي اوفر 2 ماينس اكس اللي هي يعني 90 ماينس اكس. تمام، يبقى ماينس ساين 90 ماينس اكس، تحت كمان هعمل نفس الكلام، يبقى كوزين اكس ماينس كوزين 90 ماينس اكس. يلا نكمل ونسمبليفاي، 90 ماينس فيرست ساين بوزيتيف 90 شريرة فهتقلب لكوزين اكس. تمام، دي نفس الكلام بس ايه ساين بقى، يبقى ساين اكس. تمام، فظهر لي ايه بقى في الاخر، يعني هيبقى ساين اكس ماينس كوزين اكس، وتحت هي كوزين اكس ماينس ساين اكس. حد بقى ملاحظ حاجة؟ هي فرق ايه ما بين فوق وتحت؟ اشارة نيجاتيف بس، يعني انا لو خدت نيجاتيف كومن فاكتور من فوق مثلا، تمام، فدي هتقلب، يعني تعالوا نشوف كده، لو اخدنا نيجاتيف كومن فاكتور من فوق هيبقى نيجاتيف، نفتح براكت، ها هتبقى نيجاتيف ساين اكس بلس كوزين اكس. تمام، اوفر دي مش هي جنبها ماينس ساين اكس اي. لاحظ ايه، ان اللي تحت ده هو اللي في جوه البراكت، ما كوزاين اكس ماينس ساين اكس هي كوزاين اكس اي ماينس ساين اكس اي، فكل ده هيروح مع كل ده، يتبقى لي ايه، ما ننساش نيجاتيف 1 ده تشويس اي. تمام، او يعني من غير ما اعمل نيجاتيف كومن وخلاص، هي ايه واضحة ان ايه الفرق ما بين اللي فوق واللي تحت هي اشارة نيجاتيف، يبقى الانسر هتطلع نيجاتيف 1. بعد كده 180 ماينس سكند كواد كوزاين نيجاتيف 180 طيبة، يبقى نيجاتيف كوزاين سيتا، وفي اصلا كوزاين سيتا يبقى كوزاين ماينس كوزاين ب 0. يلا 14 بيقول if cosine theta equal negative sine 2 theta و theta is the smallest positive measure. ماشي، عايز الثيتا طبعا، ممكن حد ايه ما يضيعش وقته في سؤال زي ده مثلا، طالما هو choices يعني، فنعمل ايه، نجرب ال choice، نجرب هنا 60 وهنا 60 ويشوف هل هيطلعوا equal بعض ولا لأ، بعد كده يجرب ال 150، يجرب ال 90 وهكذا. تمام، ده option طبعا وكويس طالما هو تشوز يعني. تمام، طب لو ما كانتش تشوز بقى، فلازم بقى نكون عارفين ان ساين مثلا الفا ايكوال، لو يعني ايكوال كوزاين ثيتا، يبقى زير فور ان الفا بلس او ماينس الثيتا ده بيبقى ايكوال 90 بلس 360 ان، ده الايه الجنرال سولوشن يعني بتاعه. حلو، طيب فسؤال زي ده، هل الكوزاين سيتا ايكوال ساين حاجة؟ لا، ده في نيجاتيف هنا. تمام، فالنيجاتيف دي انا مش عايزها،
عشان اخلص منها هعمل ايه؟ عشان انا ممكن ادخلها جوه. كنا قايلين في الليكتشر ان كوزاين بتقيس الساين، صح؟ يعني لو كانت كوزاين نيجاتيف سيتا هي ايه؟ كوزاين سيتا، بتقيس الساين بتاكلها يعني. اما الساين بتطلعها ايه بره، تبقى نيجاتيف ساين سيتا. ليه؟ لان نيجاتيف سيتا انا عارف ان هي في الفورس كواد، والساين في الفورس كواد نيجاتيف، فبنحط اشارة نيجاتيف، ونيجاتيف سيتا دي ايه؟ انجل طيبة، فبتفضل الفانكشن زي ما هي، تمام. والعكس بقى، يعني لو النيجاتيف كانت بره عادي ممكن ادخلها براحتي، تمام. بس فهو ده اللي انا هعمله، يبقى كوزاين سيتا ايكوال ساين نيجاتيف 2 سيتا، تمام. نركز بقى في الرول. الرول كان بيقول ان ايه؟ ساين الفا ايكوال كوزاين سيتا، فعملنا ايه؟ الفا بلس او ماينس ايه؟ السيتا، تمام. فالالفا دي هي مين؟ او الانجل بتاعت الساين. فهو ده اللي انا هعمله، انا هاخد الانجل بتاعت الساين يعني نيجاتيف 2 سيتا، هقول هي بقى اللي بلس او ماينس السيتا ايكوال 90 بلس 360 ان، تمام. انا بسعى بقى لايه؟ ان تكون اللي انا عايزه يعني ال smallest positive measure. طيب تعالوا نفصلها ونشتغل على الاثنين ونشوف مين اللي هيدينا ال smallest positive measure. لو كانت بلس فكانت هتبقى ايه؟ كانت هتبقى نيجاتيف 2 سيتا بلس سيتا اللي هي نيجاتيف سيتا، يعني نيجاتيف سيتا هتبقى ايكوال 90 بلس 360 ان، يعني السيتا ايكوال نيجاتيف 90 ماينس 360 ان. طيب والان دي هي ايه؟ انتجر يعني، يعني اي ارقام ايه؟ انتجر، نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 0 1 2 وهكذا وهكذا. طيب تعالوا نشوف هيدينا ايه. مثلا لو ال n بزيرو هيدينا نيجاتيف 90، هل دي smallest positive؟ هو بيقول positive، فلا يبقى انا مش عايز اصلا يكون انه negative، فهنخلي ال n دي مثلا بنيجاتيف 1 مثلا. لو خليت ال n دي بنيجاتيف 1 هيديني نيجاتيف 90 بلس 360 اللي هي يعني 270. هل دي smallest positive؟ هي طبعا مش موجودة في الشيسز، بس ايه هتكون؟ لا طبعا. طيب تعالوا نشوف بقى التانية، لو كانت نيجاتيف 2 سيتا ماينس السيتا كان هيبقى ايكوال 90 برضو بلس 360 ان. طيب يعني نيجاتيف 3 سيتا ايكوال 90 بلس 360 ان، يعني السيتا هيبقى ايكوال نيجاتيف 90 اوفر 3 ماينس 360 اوفر 3 ان، صح ولا لا؟ اهو عملت ديفايدد نيجاتيف 3 بوث سايدز. طيب بعدين انا برضو عايز السيتا دي تكون بوزيتيف، فهخلي مثلا ال n نيجاتيف 1 برضو. فلو خليت ال n بنيجاتيف 1 نحسب بقى على الكالكوليتر هيديني الاجابه ايه؟ 90، تمام. طبعا ال 90 اصغر من ال 270، فيبقى الاجابه الصحيحه هي ايه؟ تشويس سي. حلو. طبعا لو حد مش عايز يوجع دماغه بكل التفاصيل دي، فطبعا يوزنج كالكليتر هتخلصها في ثواني، تمام. بس برضو تكونوا عارفينها، بحيث ايه هنلاقي مسائل اساي على الموضوع ده وهنراجع عليه ايه تاني. يلا اللي بعده بيقول if root 3 cosec theta equal negative 2 و theta هي ال smallest positive angle عايز theta. طيب يعني cosec theta equal negative 2 over root 3، صح ولا لا؟ صح. كنا بنحل السؤال زي ده ازاي؟ الأحسن بدل ما اشتغل على الكوسك اشتغل على الريسبريكال بتاعها اللي هو مين يعني؟ الساين، يعني ساين سيتا اقدر اقول ان هي نيجاتيف روت 3 اوفر 2، صح ولا لا؟ شقلبت ده، ماشي. نيجاتيف 3 روت 3 اوفر 2 هي طبعا ايه؟ روت 3 اوفر نيجاتيف 2، ماشي. عشان محدش يقول لي ايه ليه النيجاتيف ما نزلتش تحت، عادي هي هي يعني. بس يلا نشتغل على دي بقى، هتبقى ايه؟ سهلة. ليه؟ انا عارف ان الساين نيجاتيف في انهي كواد؟ في الثيرد والفورث. بس السيتا عايز اجيبها طبعا، هعمل ايه على الكالكليتر؟ ساين انفرس اللي هي شيفت ساين يعني روت 3 اوفر 2 من غير النيجاتيف عشان ما نتلخبطش، من غير النيجاتيف هنشوف هتطلع كام. هتطلع كام؟ 60. حلو.
يبقى في السيرد كواد قلنا كنا بنعمل ايه 180 بلس ال 60، اما في الفورس بنعمل 360 ماينس ال 60. تمام، دول الاجابتين اللي هما بي بيلونج للتو باي. طبعا ممكن ازود بقى 360 او انقص 360 عن الاتنين، ده براحتي يعني. بس هو كان طالب طبعا ايه ال smallest positive angle، طبعا ال smallest هتكون ايه هي دي. نحسب 180 plus 60 تطلع 240 degree اللي هي choice D. تمام، طبعا لو حد كان عمل على الكالكليتر على طول shift sign negative root 3 over 2 هيديله كام؟ هيديله negative 60 اللي هي 300 يعني. تمام، ودي مش هي ايه ال smallest. تمام، وموجودة في ال choice عشان الناس تختارها يعني. ماشي، فدي مش صح. يلا بينا. if cosine 270 minus theta equal half، theta is مش عارف ايه، عايز theta. طيب ما 270 minus كده، احنا في انهي كواد؟ third كواد. طيب في third cosine positive ولا negative؟ negative، يبقى negative. 270 شريرة هتبقى sin theta equal half. تمام، يعني sin theta equal ايه يعني؟ negative half. تمام، برضه هو طالب الايه ال smallest positive angle. طبعا ال smallest positive على طول بقى خلاص انا فهمت ان هي ايه ال sin negative في ال third وال fourth. طبعا ال smallest positive اكيد هتبقى فين؟ اللي هي في ال third، فممكن اشتغل على اللي في ال third بس. ال third انا عارف ان هي 180 plus الثيتا، بقى الثيتا هحسبها ازاي؟ sin inverse ال half من غير ال negative تديني ب 30، يبقى 180 plus ال 30 اللي هي كام؟ 210 اللي هي choice C. كلام جميل. يلا اللي بعده. if 10 theta equal 1090 minus theta where theta is an acute angle، المفروض في theta هنا ناقصة. برضه ممكن حد يقول لي هجرب ال choices، هو طبعا أسرع حاجة طبعا، أو حد أصلا يجيبها بمجرد النظر. ان انا 10 سيتا ايكوال 1090 ماينس سيتا، يبقى السيتا بكام بالنظر كده؟ وبصيت للتشويسز اكيد 45، لان 1045 اكيد هي ايكوال، ما 90 ماينس 45 بكام؟ 45 برضه. تمام، فهي واضحة يعني. ده اسلوب، او اسلوب تاني ان انا عارف 90 ماينس السيتا فيرست كواد 10 بوزيتيف 90 بتقلب فتبقى كوتان سيتا، يبقى تان سيتا ايكوال كوتان سيتا كنا اتكلمنا عليها فوق تقريبا. فزير فور كنا بنقول ان لو تان الفا مثلا ايكوال كوتان سيتا، يبقى ساعتها بنقول ان السيتا الفا بلس السيتا يبقى ايكوال كام؟ 90 بلس 180 ان. تمام، ده الـ general solution. حلو، طب أنا عندي هنا في السؤال يعني هقول إن السيتا بلس السيتا equal 90 بلس 180 n، يعني 2 سيتا equal 90 بلس 180 n، يعني السيتا equal كام divided 2؟ يبقى 45 بلس 90 n. تمام، هو بيتكلم على الـ acute angle، فالـ acute angle طبعا هتكون ايه؟ هي ال 45، يعني هحط ال n بزيرو يعني، يبقى ال answer هي 45 بس. تمام، اللي بعده. if 5 times sin x equal 3، يعني sin x بكام يعني؟ equal 3 over 5. طيب عايز بقى sec 270 plus x، طب ما 270 plus في force كواد، ال sec في ال force possible negative positive. ليه؟ لأن السك هي الريسبريكال بتاعت الكوزاين، فالكوزاين في الفورس كواد positive بالاستيك رول. يلا عرفنا ان هي positive خلاص، ال 270 شريرة فهتقلبها ليه كوسك x. تمام، طب ما انا الكوسك، ما انا عارف ان هي الكوسك دي ايه الريسبريكال بتاعت الساين، يعني كوسك x هي
وان اوفر ساين اكس، يعني هعمل ايه يعني؟ مش هقلب دي بس، تبقى 5 اوفر الثري اللي هي تشايس ايه. بعد كده الساين سيتا ايكوال نيجاتيف هاف، بيقول ان التان سيتا اكبر من الزيرو. اه استفدت منها ايه دي؟ ها اكيد. يبقى احنا كده في الثيرد كوات، ما منطقي، ما بالاستيك رول الحاجة الوحيدة، الكواد الوحيد اللي الساين فيه نيجاتيف والتان بوزيتيف هو مين؟ هو الثيرد كواد. تمام، واحد يقول لي طب ما التان سيتا بالبوزيتيف في الفيرست كواد، اه بس ساعتها برضو الساين ما هتكون بالبوزيتيف برضو، فده مش متحقق هنا. فعرفت على طول ايه؟ ان انا ثيرد اكيد. طيب عايز ايه هو؟ عايز السيتا بقى. طيب نعمل ايه؟ عادي ساين انفرس هاف من غير النيجاتيف تطلع بثيرتي. انا عارف ان احنا في الثيرد كواد، فيبقى هعمل 180 بلس 30 اللي تطلع 210 اللي تشايس سي. بعد كده برضو تان سيتا ايكوال نيجاتيف 5 اوفر 12 كوزاين سيتا، بيقول ان هي نيجاتيف. اه يعني ايه بقى الكلام ده؟ كوزاين سيتا نيجاتيف والتان برضو نيجاتيف، مين اللي بيحقق الشرط ده؟ اكيد السكند كواد وبس. تمام، بالاستيك رول برضو انا عارف ان في السكند كواد التان والكوزاين الاتنين بالنيجاتيف، ما هو ده اللي هو بيقوله. بس يلا نكمل. عرفت ان احنا في السكند كواد، اقدر اجيب السيتا كده ولا لا؟ اه طبعا بسهولة. هعمل ايه؟ تان انفرس ال 5 over 12 المفروض، يعني طبعا هيديني انجل وحشة غالبا يعني، فطالما الانجل وحشة فممكن استعمل ايه؟ الاسلوب التاني اللي هو على الكواد بقى. انا عارف ان احنا في السكند ده خلاص، التان لو دي سميتها سيتا opposite over adjacent، ال opposite بكام؟ 5، ال adjacent هو بقى اللي بنيجاتيف 12. تمام، ما يخدعنيش ويقول مثلا النيجاتيف حطيتها جنب الفايف فحط هنا نيجاتيف فايف، لا انا عارف ان انا في السكند كواد، ففي السكند كواد ايه؟ الواي بتكون بالبوستيف اما الاكس هي اللي بتكون ايه؟ بالنيجاتيف. تمام، بعد كده اي الكوسك، الكوسك دي هي الريسبريكال بتاعت الساين، يعني 1 اوفر ساين سي. حلو، ممكن اجيب الساين سيتا وبعد كده ابقى اقلبها. طب يلا لو جبت الساين سيتا طبعا ببايساجرس هقدر اجيب الهايبوتنس، هيطلع بكام؟ 13. يلا يعني الساين سيتا equal opposite over hypotenuse، ال opposite ب5 وال hypotenuse ب13. طبعا واضح ان احنا بالبوستيف، ده منطقي عشان احنا في السكند كواد قلنا. يلا يبقى الكوسك الشقلبة بقى بتاعتها يبقى 13 over 5 اللي هي choice C. next sin theta هتعطيها لي بنيجاتيف 0.8، وبيقول ان الثيتا بتبيلونج بقى من 180 ل 270. تمام، يعني ايه الكلام ده؟ اه يعني احنا في الثيرد كواد، يعني ما يقول ان احنا في الثيرد كواد ونخلص في الثيرد كواد. ماشي، then 3 cotan 270 minus الثيتا ايكوال كام؟ طيب 270 minus الثيتا اول حاجة في ثيرد. تمام، الكوتان positive في الثيرد كواد، تمام زي التان. أه حلو، وال 270 بتشقلب، يبقى دي هي 3 اللي هي دي يعني نزلت زي ما هي 3 تان سيتا. تمام، يبقى انا محتاج التان سيتا لو عرفتها خلاص. طيب برضو لو جربت شيفت ساين ال 0.8 هيطلع رقم ايه؟ وحش. فتعالوا بالاسلوب التاني، انا عارف ان احنا في الثيرد كواد، فنعمل التراينجل بتاعنا الجميل دي السيتا الساين اوبوزيت اوفر الهايبوتنس. الاوبوزيت اعتبره بكام؟ ممكن اعتبره بنيجاتيف 0.8 عادي. تمام، والهايبوتنس ممكن اعتبره ب1 براحتي. تمام، ده اسلوب يعني. طب وبعدين الادجيسنت اجيبه ازاي؟ بايثاغورس سكوير روت 1 سكوير ماينس ال 0.8 سكوير. تمام،
منتلخبطش ونقول مثلا ايه ماينس مع ماينس هيبقى بلس، ده غلط طبعا. لما بنيجي نعمل بايثاغورس كأن النيجاتيف دي مش شايفة، ماشي، عشان محدش يتلخبط. لو عايز تشوفها يبقى حط النيجاتيف جوه البراكت، يبقى نيجاتيف كده جوه البراكت كده كده باور 2 هيطلع نيجاتيف، فبلاش يعني على طول كده ايه تكون فاهم ان احنا النيجاتيف ما بنحطهاش بس. ونحسب تطلع 0.6، يعني دي 0.6 بوسيبل نيجاتيف نيجاتيف. اه النيجاتيف والبوسيتيف دي حاجات انا اللي بحطها عشان انا عارف ان انا في الثيرد كواد، فطالما في الثيرد انا عارف ان الاكس والواي الاثنين بالنيجاتيف، عشان كده حطيت الادجيسنت والابوزيت الاثنين نيجاتيف، تمام. اما الهايبوتنس، لو الهايبوتنس على طول بالبوزيتيف في اي كيس، تمام. بعد كده يلا، هو احنا كنا عايزين ايه اصلا؟ التان سيتا، التان سيتا هي opposite over ال adjacent، يعني هي دي هي 3 times ال opposite ب negative 0.8 وال adjacent ب negative 0.6. نحسب ونشوف هتطلع كام. هتطلع ب 4 ل choice D، تمام. ده اسلوب، في حد تاني ممكن يقول لي ايه ده انا ما بحبش ال fraction ومش عارف ايه وبتاع، عادي اكتب من 0.8 كده على الكالكوليتر هيطلع لك كام؟ 4 over 5 عادي. طيب لو 0.8 4 over 5، خلينا نرسم ايه الترينجل تاني، فالترينجل هيبقى برضه في السيرد قلنا نرسم السيتا قلنا opposite over ال hypotenuse، ال opposite ب negative 4 وال hypotenuse هيكون بكام؟ ب 5، تمام. لو عايز فيه إشارة negative هنا، ماشي. طبعا ال adjacent هقدر اجيبه بسهولة اللي هو هيطلع بكام؟ ب negative 3، تمام. بعد كده عايز التان opposite over adjacent اللي هي negative 3 over negative 4 ولا ايه over negative 3، نحسب دي و times 3، negative هتروح مع negative و 3 هتروح مع 3 اديني 4، فتمام كلامنا مظبوط، تمام. الطريقة الأولانية أنا اعتبرت إن هي ايه negative 0.8 over ال 1، عادي accepted برضو، تمام. يلا اللي بعده، given tan b ب 3 over 4 وبيقول ان احنا من باي ل 3 باي over 2 اللي هي يعني من 180 ل 270 يعني third quad، ماشي. عايز ايه هو الكلام ده؟ تعال نشوف 360 minus force cosine positive 360 طيبة، يبقى كوزين بي ماينس اللي هي دي يعني كوزين 90 بقى ماينس البي، 90 ماينس فيرست كوزين بوزيتيف، 90 شريرة تبقى ساين بي. طيب بعدين عايز اكمل بقى، اه محتاج الكوزين بي والساين بي واكمل. اجيبها ازاي؟ من الجيفن بقى، ان هو عطينا التان بي ب 3 اوفر 4 سيرد كواد قلنا، هنرفعه شوية. يلا دي السيتا التان اوبوزيت اوفر، هو طبعا كان مسمي بدل السيتا دي مسميها بي عادي يعني، دي بي يعني، ماشي. ال اوبوزيت ب 3 وال adjacent ب 4، هل الكلام ده مظبوط؟ لا، عشان احنا في السيرد كواد لازم ايه ما ننساش النيجاتيف، نيجاتيف ونيجاتيف، ماشي. عايز احسب الهايبوتنس، نحسبه هيطلع ب 5، حلو. يلا كوزين بي، كوزين بي يعني adjacent over hypotenuse، ال adjacent بكام؟ نيجاتيف 4، hypotenuse ب 5، ال sine opposite over hypotenuse يعني نيجاتيف 3 over ال 5، ما ننساش ان في نيجاتيف هنا، ونحسب تطلع طبعا بايه؟ نيجاتيف 1 over ال 5، حلو. يلا 23، if x و half is the intersection point of the terminal side of a directed angle in the standard position with the unit circle، اه رجعنا لل unit circle بقى بتاعتنا الحلو، وال theta بيقول ان هي من 90 ل 180 يعني في ال second quad، تمام. عايز بقى sin 90 minus theta، 90 minus اه ده sin، عايز sin 90 minus theta times التان theta كمان. طيب 90 ماينس برضو first quad sin
positive. 90 شري راح تبقى كوزين سيتا تايمز التان سيتا. ممكن اكمل كده على عادي او بطريقة احسن. ايه هي؟ ما انا عارف ان التان سيتا دي هي ايه، ساين على كوزين، صح ولا لا؟ يعني ممكن اقول ان هي كوزين سيتا تايمز ساين سيتا على كوزين سيتا، فالكوزين تروح مع الكوزين، يتبقى لي ايه؟ ساين سيتا بس. وانا عارف برضو ان البوينت اوف انترسكشن ما هي دي كوزين سيتا وساين سيتا. ده هو اصلا عطيل الساين سيتا ده، ايه السهولة دي؟ يبقى ايه؟ بهاف. كلام جميل ومحترم. طب لو حد ما خدش باله ياخد باله ده مبدئيا، او ممكن يكمل بقى عادي ازاي؟ ما انا عارف بقى ان اكس بلس واي الاتنين كده معمول لهم سكويرنج، ده بيكوال كام؟ 1. ويشتغل هيقول بقى ان الاكس سكوير دي بلس الهاف اول باور 2 ايكوال 1. يشتغل ويجيب الاكس، جاب الاكس، وعارفين احنا ان احنا في السكند كواد، يعني الايه هناخد الاكس بالنيجاتيف، يعني الرقم الاكس اللي يطلع لي بالنيجاتيف هو ده اللي انا هاخده. تمام. بعد ما جبته ممكن بقى نحطها على الرسمة مثلا، او ان انا عارف بقى ان ايه، ان دي كوزين سيتا ودي ساين سيتا، فانا لو عايز التان فهعمل الواي اوفر الاكس، ولو عايز الكوزين فطبعا هاخد الاكس كومبوننت ويكمل. بس طبعا ايه، اسلوب اكبر وستبس اكتر يعني، فلو طبعا الواحد واخد باله هيبقى احسن كتير يعني. فدي حاجة برضو ايه، ملفتة للنظر يعني. 24 بيقول if the terminal side of an angle whose measure theta in its standard position intersect the unit circle at a point مش عايز cosec 3 باي اوفر 2 اللي هي كام يعني؟ 270 يعني. ماشي حلو. ماينس الثيتا 270 ماينس ثيتا ده كده في انهي كواد؟ ثيرد كواد. الكوسك في الثيرد بوسيبل نيجاتيف، نيجاتيف طبعا، فنحط النيجاتيف. 270 شريرة فهتبقى سك ثيتا. حلو. طب ما انا عارف برضو ان السك هي الريسبريكال بتاعت مين؟ كوزاين، يعني دي ايكوال نيجاتيف 1 over cosine theta. ولسه كنا قايلين فوق ده مين وده مين. ما ده cosine theta وده sine theta. بس يعني انا هشقلب ده واغير الساين بتاعته، يلا نشقلبها ونغير الساين، فتبقى 5 over 3 اللي هي choice mean يعني ايه طبعا. تمام. كلام جميل. اللي بعده بيقول if sine alpha equal cosine beta عايز كوتان الفا بلس بيتا. if sin alpha equal cosine beta then عايز كوتان الفا بلس بيتا. في فاكت بتقول ان الساين والكوزاين يعني هما ايه، complementary لبعض، او يعني زي ممكن يكونوا بيكملوا بعض، مثلا لو احنا في تراينجل يعني. تمام. فلو sin alpha equal cosine beta نستفيد منها ايه؟ ان الالفا بلس البيتا ايكوال كام؟ 90 ديجري. ده طبعا ايه، حل من الحلول. بس الجنرال اللي احنا كنا قايلينه في سؤال قبل كده ان احنا بنعمل ايه، الفا اللي هي الانجل بتاعه الساين بلس او ماينس البيتا اللي هي الانجل بتاعه الكوزاين ايكوال 90 بلس كام؟ 360 ان، ولان ده اي انتجر. حلو. بس فانا اقدر اعتبر يعني ان الالفا بلس البيتا ايكوال كام يعني؟ 90. يلا كوتان ال 90 بكام؟ لو جربناها على الكالكليتر 1 اوفر 10 90 ما اظنش انها تطلع اجابة يعني. حد يجرب كده؟ طلعت اجابة ولا لا؟ طلعت ايرور صح؟ فحد كلكم طبعا هتختاروا ايه؟ اندفايند. وده غلط. ليه؟ الكالكليتر ما يعرفش الكوتان، هو يعرف التان بس، والتان 90 هي undefined، هي 1 over 0 او اي رقم يعني over 0 undefined اصلا. تمام. فعشان كده الكالكوليتر ايه، مش بيفهمها وبيقول ان هي undefined على طول. بس لا، احنا فاهمين اكتر منه. يعني ايه الكلام ده؟ ما انا عارف ان الكوتان هي كوزاين over ساين صح، يعني كوزاين 90 over ساين 90. طب ما كوزاين 90 بكام؟ ادي بزيرو. طب و ساين 90 ب 1، يعني 0 over 1. هل دي undefined؟ لا عادي، دي accepted عادي.
تمام، اللي هي كام يعني؟ اللي هي زيرو يعني. بس فكوزاين 90 بزيرو عادي، تمام. اما 1090 undefined، تمام. فهي 1090 undefined اللي هي اقدر اعتبرها هي 1 over 0 يعني. حلو. اما الكوتان الريسيبروكال بتاعها بزيرو عادي. حلو. فدي سؤال تريكي ممكن يجي مثلا ايه، بحيث ان الناس اللي بتجرب الكالكوليتر وبتحب الكالكوليتر يعملوا غلط يعني. تمام. بعد كده if sin 2 theta equal 4 equal cosine 4 theta، theta هي ايه؟ positive acute angle. عايز بقى تان 90 minus 3 theta. طيب هي 90 minus first quad، 90 شريرة فهتقلب فتبقى كوتان 3 theta. طيب محتاج السيتا نجيبها برضو بقى من هنا، يلا بسرعة بقى. يبقى 2 theta plus 4 theta equal 90 plus 360 n، يعني 6 theta equal 90 plus 360 n، يعني الثيتا equal 90 over 6 بكام؟ ب 15 على طول، و 360 divided 6 60 يبقى 60. تمام. طبعا ال smallest خلاص طالما acute ومش عارف ايه، فانا طبعا الثيتا هتبقى ب 15 يعني. ماشي، طالما الثيتا ب 15 يبقى 15 times 3 45. طب كوتان 45 بكام؟ ب 1، تمام، عشان 1 over 10 ال 45، ال 10 45 أصلا ب 1، فخلاص يبقى الأنسر إيه؟ 1. حلو. يلا اللي بعده. هنا بقى بيسأل على general solution for every n belong to z، the general solution بتاعت ال equation دي يلا كنا قايلينها قبل كده في ال correction. بنعمل إيه؟ بنقول إن ال plus بتاعهم يعني 2 theta plus ال 4 theta equal 90 بس بلس 180 ان. نلاحظ الفرق ما بين الساين والكوساين والسيك والكوسيك والتان والكوتان. الساين والكوساين والسيك والكوسيك، اما التان والكوتان منفصلين. هنا في الجنرال سوليوشن كنا بنقول ايه؟ بنعمل اولا الانجلز بتبقى بلس او ماينس، تمام، وبعد كده بنقول ان هي ايكوال 90 برضو بس بلس 360 ان، تمام. اما في التان والكوتان لا، بتبقى بلس بس، تمام، و90 وبلس 180 ان، تمام، مش 360، تمام. هنلاحظ ايه الفروقات دي. بس عملنا البلس بتاعهم ف 2 سيتا بلس 4 سيتا اللي هي 6 سيتا، بس يبقى سيتا ايكوال برضو ال 15 بس 180 بقى divided ال 6 بكام؟ 30 بس، يبقى 30 ان، تمام. يبقى ال general solution هو 15 plus 30 ان اللي هي choice C. نجيب بورد بقى عشان انا ايه حسيت ان ايه ان الكلام دخل في بعضه وبتاع. يلا تعالوا السؤال اللي وراه، تعالوا دي نجيبها على جنب او تعالوا نقط ونحطها هنا. يلا 128 برضو، طالب ال general solution. يلا هنعمل ايه؟ يلا يبقى سيت بلس او ماينس كام؟ ال 30، نحط مش عشان نحط ال bracket بلس السيتا، تمام، ودي بتكون ايكوال ال 90 بلس ال 360 ان. يلا لو كان نقسمها اتنين بقى، لو كانت positive ولو كانت negative. يلا لو كانت positive فهتبقى 2 سيتا بلس ال 30 equal 90 plus 360 n. نودي على ال 30 الناحية التانية يبقى 2 theta equal 60
بلس 360 وضربت الناحية التانية بالماينس 90 ماينس 30 ب 60 بعدين divided by 2 يبقى الثيتا equal 30 بلس 180 n. تمام. طيب في الكيس التانية بقى لو كانت دي كانت ماينس لو كانت ماينس كانت هتبقى ثيتا ماينس ال 30 ماينس كام الثيتا اصلا. ده الثيتا هتروح اصلا يعني كده مش طبعا موجودة خالص. فلا دي طبعا ايه rejected يعني. يبقى الثيتا هتكون هي دي بس اللي هي يعني choice. نبص كده بقى دي. تمام. بعد كده ABC is a right angle triangle at B. يبقى انا كده عرفت ال angle B طبعا ايه 90 degree. دي ما فيهاش مشكلة عشان هو بيقول right angle at B يبقى اكيد ال B ب 90 degree. ماشي. ويعطينا كوزين A بهاف. عايز بقى ال value بتاعت sin A plus B plus 2C. ماشي. نعمل ايه عشان تكون سهلة وبسيطة؟ ممكن نرسم ال triangle اللي عندنا. يلا احنا عندنا رايت انجل. عم رايت انجل يعني ماشي نعتبره رايت. ده البي وده الاي وده السي واحنا رايت يعني هنا ايه 90. حلو حلو. سي مثلا انا هسمي مثلا الانجل دي سيتا. حلو. يبقى الانجل دي اكيد كام؟ اكيد دي 90 ماينس السيتا. نعم الصم بتاعهم لازم يكون 90 عشان دي ب 90 لان الصم بتاع الانتيرير انجلز بتوع الترينجل 180. طبعا ده ما فيهوش كلام. ماشي. يلا هو عايز ايه بقى؟ ساين ال A. ال A دي اللي هي مين؟ اللي هي الانجل دي يعني 90 ماينس سيتا. بعدين بلس B اللي هي مين يعني 90. ماشي. بعد كده بلس 2C بقى يعني بلس 2 سيتا صح؟ عشان الانجل C اصلا بسيتا بس فهو عايز بقى يضربها في 2 فأيه يبقى 2 سيتا. حلو. بعد كده او ما 90 مع 90 ب 180. طب ونيجاتيف سيتا مع 2 سيتا بسيتا يعني بلس سيتا. يبقى اللي هو عايزه هو عايز ساين 180 بلس سيتا. تمام. هو كان الاحسن يعني ان انا اسمي الايه السيتا هي اللي اسمه ايه ده مش فارقة يعني. يلا تعالوا نكمل وخلاص. المفروض يعني اسمي السيتا هي اللي هنا وهنا ال 90 ماينس سيتا مثلا بحيث ان هو اللي عطيهولي هو عطيني كوزين A مش كوزين مثلا C او مش ساين C وكده. بس تعالوا نكمل ونشوف هنوصل ليه. يلا دي طبعا ايه في الثيرد كواد في نيجاتيف 180. طيبة يبقى نيجاتيف ساين سيتا اللي هي نيجاتيف ساين C يعني ده اللي انا محتاجه. طيب هو عطيني كوزين A. من كوزين ايه مش هقدر اجيب ساين سي. كوزين ايه بهاف يعني ساين سي بكام؟ بهاف برضه. ايه ده عرفت منين؟ ما انا عارف ان الاتنين مع بعض الصم بتاعهم ب 90 يعني ساين 90 ماينس الاي هي دي السي صح ولا لا؟ وانا عارف ان 90 ماينس طبعا في الفيرست كواد والساين بالبوزيتيف وال90 بتشقلب فدي تبقى كوزين A. تمام. فهي هي ان كوزين A بهاف هي هي ساين C هتطلع بهاف برضه. بس يبقى الانجل A طبعا او الريزلت يعني هيطلع بنيجاتيف هاف عشان في نيجاتيف هنا. حلو. تعالوا نجربها واحنا نحط المكان ال A هنا هي اللي سيتا ونشوف هتبقى اسهل ولا لا. تعالوا نشوف يعني طلعت اسهل سيكا يعني. ان احنا لو حطينا السيتا مكان الانجل اللي هو ايه كان عطيه لنا اصلا فلو عملنا اللي هو عايزه هنلاقي ان هنوصل لساين 270 ماينس سيتا. وما ننساش هنا بقت نيجاتيف 2 سيتا علشان دي نيجاتيف سيتا اتضربت في 2 فبقت نيجاتيف 2 سيتا وطبعا ال 90 اتضربت في 2 فبقت 180. فوصلنا ان هي ساين 270 ماينس سيتا. طبعا 270 ماينس سيتا ده كده في الايه ثيرد كواد. الثيرد كواد الساين نيجاتيف وال 270 شريرة فهتقلبها لكوزاين يبقى نيجاتيف كوزاين سيتا اللي هي نيجاتيف هاف علشان كوزاين سيتا دي هي دي اللي كوزاين ايه بقى اللي هو كان عاطيها لي يعني.
تمام، فبقيت ايه اسهل سيكا يعني. تمام، عرفنا ايه الطريقتين وخلاص. بعد كده بقى نرسم بقى ايه رسومات، وعايز حاجة، عايز كوتان سيتا اللي هي الانجل دي. طيب ممكن اعمل ايه بقى؟ الانجل دي لا رخمة. طب ما انا عندي رايت انجل، هترو انجل هنا اقدر اجيب بقى منه اللي انا محتاجه يعني، او كل ما لز وطاب يعني. فالانجل دي اقدر اجيبها ازاي؟ ما انا معايا الاوبوزيت والادجيسنت كمان، يعني انا اقدر اجيب لها التاني عادي. صح. فسي مثلا الانجل دي يسميها سي مثلا، زي ما ايه زي الحرف ده، يبقى كوتان سيتا ايكوال ها كوتان 180 ماينس السي، صح ولا لا؟ لو دي هي يعني السي، ما هو 180 ماينس سي هي مين؟ السيتا. السيتا لو انا عايزها ممكن اعمل 180 ماينس السي فيديني السيتا. مظبوط. طيب 180 ماينس ده كده في انهي كواد؟ سكند كواد. في السكند كواد الكوتان نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 180 طيبة، فتبقى نيجاتيف كوتان السي بقى. ماشي. طيب كوتان سي اللي هي يعني نيجاتيف الكوتان قلنا adjacent over ال opposite، عشان التان هي opposite over adjacent، هي adjacent over ال opposite. أو ممكن أجيب التان عادي وأبقى شقلب عادي، مفيش مشكلة. طيب ال adjacent هيبقى هو التان، وفي نيجاتيف بره ما ننساش التان، وال opposite هو التوالف. طبعا ممكن أعمل divided 2 فتبقى negative 5 over 6 اللي هي choice D. حلو. بعد كده ABCD is a square، CE بيقول ان هي double ال BE. ماشي. عايز tan theta. طيب يعني say مثلا ال BE هسميها X مثلا، يبقى CE هي 2X. حلو. يبقى انا كده عرفت ان كل السايدز بتاعت ما ده سكوير، يبقى كل السايدز بتاعت السكوير هي كام؟ 3x على بعضها، يبقى ده ب3x وده اكيد ب3x، وبرده اللي فوق ب3x. ماشي. طيب برضو بنفس الاسلوب نبص كده على الرايت انجل، ما ده رايت انجل تراينجل اهو، تعال نركز عليه. اقدر برضو اجيب الاي الانجل اي يعني بسهوله، برضو معايا الاوبوزيت ومعايا الادجيسنت، يبقى اقدر اجيب لها التاني. يبقى تان سيتا اللي هو عايزها ممكن اعتبرها هي تان 180 ماينس مين؟ ال اي. ماشي. 180 ماينس سكند كواد، تان في السكند نيجاتيف وطيبة، يبقى نيجاتيف تان اي. طيب تان اي opposite over adjacent، يعني نيجاتيف ال opposite ب3x وال adjacent ب2x. طبعا ال x هتروح مع ال x، يتبقى لي نيجاتيف كام؟ 3 over 2 اللي هي choice ايه. واضح. تمام. بعد كده ABC is a right angle triangle at B then theta equal 3 over 4، عايز cosine alpha اصلا. ماشي. تعالوا نسمي ايه حاجات. طيب ما نكبر طيب والدنيا تبقى حلوة. دي ألف زي مثلا هسمي دي بيتا، تمام، واللي فوق دي سيتا، وعايز ايه؟ كوزاين ألف أصلا. ماشي. بس الرايت أنجل موجود في ايه هنا؟ طب ما أنا عارف إن كوزاين ألف هي كوزاين 180 ماينس البيتا. ماشي. 180 ماينس سكند نيجاتيف، علشان الكوزاين نيجاتيف في السكند كواد، يبقى نيجاتيف وال 180 طيبة كوزاين بيتا. ماشي. يبقى أنا عايز كوزاين بيتا. حلو. أنا معايا تان سيتا اللي هي دي، ما تان سيتا دي اللي هي يعني أقدر أعتبرها opposite over ال adjacent، صح ولا لأ؟ صح. طبعا يعني ايه مش بالظبط، لأن مش شرط تكون 3 و 4 دي ratio، ممكن مثلا 3a و 4a عشان يكون كلامنا accurate أكتر. ببساطة أقدر أجيب بقى ال AD هيطلع كام؟ 5A. بس لو أنا محتاج الكوزاين B، الكوزاين هي
adjacent over hypotenuse، يعني دي هتبقى negative، هتنزل زي ما هي، وال adjacent ب 3a وال hypotenuse ب 5a حسبنا، اللي هتروح مع ال a يدينا negative 3 over 5 اللي هي choice D. بعد كده عايز كوزين ألفا، دي برضو كوزين ألفا الأنجل اللي أقدر أجيبها هي دي، عشان ده رايت أنجل، عشان ده ريكت أنجل، يلا اللي هي كوزين 180 ماينس البيتا سكند كواد نيجاتيف كوزين كوزين بيتا، ماشي ايكوال، محتاج كوزين بيتا، ويبقى انا كده ايه حليت، انا معايا كوزين سيتا. يعني لو كملنا كده يعني ما اظنش هنوصل لحل قوي، ولا ممكن يعني ممكن ما ايه مش شايف مثلا حل دايركت مثلا بالطريقة دي. طب في اسلوب تاني، ايه هو بقى، مش عارف ان دي ب90 هو جيفن اصلا في السؤال، ودي كمان 90، ما ده ايه ريكتانجل، therefore يبقى الفيجر اللي هو بي سي اف اي ماله سايكليك كواد، عشان الاوبوزيت انجلز في اوبوزيت انجلز اهم، السم بتاعهم بكام ب180، عشان 90 و90، يعني ده سايكليك كواد، حلو ايوه، يعني هستفيد منه بايه برضو، يعني الاوبوزيت انجلز دول برضو هيكون السم بتاعهم بكام ب180 برضو، بس يبقى انا عرفت ان السيتا بلس الالفا ايكوال 180. طيب لو انا عايز الالفا، يعني 180 ماينس السيتا، صح ولا لا؟ بس ممكن استعمل ايه الاسلوب ده، هيبقى انجز واحلى طبعا، يبقى كوزين الفا اللي هي 180 ماينس السيتا يعني ايكوال برضو احنا ايه في السكند كواد، يعني نيجاتيف، والكوزين هتنزل زي ما هي علشان الانجل طيبة. بس طب ما كوزين سيتا ما جيفن اصلا ب3 اوفر الفور، وفي اشارة نيجاتيف، يبقى الانسر نيجاتيف 3 اوفر 4 اللي هي تشويس سي. بعد كده هنا طالب كوزين سيتا، طبعا ده مش رايت انجل ولا اي حاجة، بس في رايت انجل ايه فوق هنا، وايل دي رايت ودي رايت، طيب يعني السيتا ايكوال كام، يعني دي مثلا لو سميتها الفا، يبقى كوزين سيتا هي كوزين 360، بنركز كده 360 ماينس 90 ماينس 90 برضو، بعد كده ماينس الألف، صح ولا لأ؟ ما أنا لو عايز السيتا مش هي 360 وشلت منها ال 90 دي وال 90 دي والألفا، بس يبقى أنا كده إيه مغيرتش حاجة. بس طب 360 ماينس 90 ماينس 90 يعني 180، يعني يبقى 180 ماينس ألفا، طب 180 ماينس ألفا سكند كواد، والكوزين نيجاتيف 180 هتسيبها زي ما هي. بس طيب يبقى أنا محتاج كوزين ألفا اللي أنا كنت مسميها هنا، يعني معايا ال opposite ومعايا ال adjacent، بس معيش ال hypotenuse، نقدر نجيبه طبعا بفيثاغورس هيطلع 5 سنتيمتر. طيب يعني كوزين ألفا بكام، يعني كوزين ألفا ب adjacent over ال hypotenuse، ال adjacent ب 3 وال hypotenuse ب 5، يبقى negative 3 over 5 هي ال correct answer. تمام نيجي لآخر سؤال، يعني في حاجات ايه قديمة شوية. if the equation of the straight line is y equal مش عارف ايه الثيتا is an acute angle between a straight line and y axis، عايز ايه بقى هو، عايز مين يعني اللي صح في الايه في الاجابات. طيب نستفيد ايه من الايكويشن دي، طبعا ما انا لو حطيت الاكس بزيرو مره ده هي ايه، يعني لو الاكس بزيرو ده هيديني مين الواي، صح ولا لا، يعني هيديني المسافه دي ببساطه. طيب ما انا محتاجها برضه اللي هي بكام، يعني 5، يبقى انا عرفت ان دي ب5. طيب ايه تاني، ما انا لو حطيت برضه الواي بزيرو مش ده هيديني الاكس، مظبوط، طب ما تيجي نجيب الاكس، يعني لو حطيت الواي بزيرو بقى يعني هنا
هيديني المسافة دي. يلا بينا، يعني negative 5 equal negative 3 over ال 4 x. عايز ال x بقى، يعني هنعمل negative 5 divided negative 3 over ال 4، نحسب فتطلع 20 over ال 3، يعني دي ب 20 over ال 3. طيب بعدين نشوف بقى مين في الصح في ال choices، هنعمل ايه يعني. ممكن بالمرة نجيب ال hypotenuse كده، تعالوا يبقى Pythagoras 5 squared plus 20 over 3 all squared، كل ده under root هيدينا ب 25 over 3. ماشي، هو بقى في ال choices sin و cosine و tan. طب ما تيجي نجيب ال sin و cosine و tan بتاعة الفكر. sin theta هتبقى equal opposite over ال hypotenuse، فيبقى ب 20 over 25. هل ليها simplification ولا لأ؟ نجرب بالكالكوليتر مثلا، تطلع فعلا ليها simplify اللي هي يعني 4 over 5. طب و cosine theta adjacent اللي هي 5 يعني over 25 over 3، 3 هتروح ناحية 2 يبقى 15 يعني over 25. برضه ممكن أعمل divided 5 up and down فتطلع ب 3 over 5. ماشي، آخر واحدة التان، التان سيتا opposite over ال adjacent، ال opposite ب 20 over 3 يعني 20 over 3 divided 5 تطلع برضه ب 4 over 3. طيب جبنا بقى ايه الساين والكوزاين اهي والتان، نشوف مين بقى اللي صح في التشويس. لو بصينا كده، هل الكوزاين ب 3 over 4؟ لا. الساين ب 4 over 3؟ لا برضه. التان ب 4 over 3؟ اه مظبوط، يبقى دي ايه مظبوطة ودي الكوريكت انسر. دي طريقة وده اسلوب يعني، ممكن ايه يعجب حد. في حد تاني ممكن يفكر بطريقة تانية بقى، ايه هي؟ هيقول لي ان انا ده عارف ان هو straight line، اه والانجل دي هي بتمثل الاسلوب، والاسلوب هيكون بالنيجاتيف تمام، علشان طبعا اعمل obtuse angle مع ال positive direction of x axis anti clockwise. ماشي، طب وبعدين يعني؟ اه فهيقول لي بقى ان انا عارف اصلا تان الانجل دي كام. يعني يا عم تان الانجل دي، تان الانجل دي هي 3 over 4. ايه ده، عرفت منين يا نجم؟ من هنا بقى، اه ما انا عارف ان ال y equal m x plus c، وال m ده هو مين؟ السلوب تمام. بس يعني negative 3 over 4 هو ده الايه السلوب بتاع ال straight line ده. اه بس السلوب كان بيتحسب هو الحتة دي مع ال positive direction of x x تمام، آه مش الحتة دي. اه ما دي 180 minus يعني، فهتخليها ايه، هتغير الإشارة بس يعني تخليها بالبوزيتيف، يعني الحتة دي التان بتاعها ب بلاش سيتا بقى، خليها ألفا مثلا ب 3 over 4. طيب استفدت ايه برضو كده؟ لو استفدت ببساطة ان انا عارف ان السيتا بقى اللي هو عايزها هي 90 minus الألف اللي هي دي. اه استفدت برضو ايه؟ آه خلاص بقى، يعني لو هو عايز آه السيتا، او اللي هو يعني لو هو عايز يعني تان السيتا، انا هقدر اقول له ان هي تان 90 ماينس الالف. طيب تان 90 ماينس الف اللي هي مين يعني؟ ادي كوتان الف. طب ما كوتان الف يعني هعمل ايه؟ هعمل ريسيبريكال بس لايه، لتان الف، يعني تبقى 4 اوفر 3. ده اسلوب، بس طبعا ايه ده عشان انا عارف ان الاجابه هتطلع تاني. افرض كانت ساين ولا كوزاين ولا تاني، ساعتها الاسلوب الايه الاولاني افضل شويه يعني. تمام. في برضه واحد تاني ممكن يقولي مثلا ايه، اه انا عارف دي هتطلع opposite over adjacent، يعني هتبقى 3 هنا وهنا 4 ويبقى دي ب 5، ويشتغل بقى على ده. آه يشوف بقى آه تان سيتا هنا هيبقى
opposite اللي هي 4 بقى over 3. جبنا منين ال 3 وال 4 وال 5؟ من هنا برضه، يعني 3 over negative 3 over 4 هي 10 ال slope يعني بتاع الانجل. ممكن اشيل ال negative عشان اجيب الانجل دي، فيبقى دي ب 3 ودي ب 4. ممكن ده اسلوب برضه ايه تاني accepted برضه. اختاروا يعني اللي يعجبكم، في كذا كذا اوبشن يعني. حلو، بس الاوبشن الاولاني اللي حليت بيه جنرال طبعا، وايه ينفع في معظم المسائل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ مع بعض على exercise 4 applications of similarity in the circle. تمام، طبعا عشان نعمل revision كده ايه على السريع يعني كده، احنا عندنا ايه، هما كانوا 3 rules في ال lecture يعني بتاعت المرة اللي فاتت، تعالوا نراجعهم كده ايه سريعا يعني. يلا بينا. أول رول كان عندنا، كنا بنقول ايه، ان هنكون AE times ال EB equal ال CE times ال ED. تمام، يعني عشان نكتبها كده هتبقى AE times ال EB equal ال CE times ال ED. تمام. طيب الرول اللي ورا بنقول ايه، EB times ال EA equal ال ED times ال EC، يعني EB times ال EA equal ال ED times ال EC. طيب آخر واحد كنا بنقول بقى ان ال EC square ده يعني equal ال EB times ال EA. بس دول كده كانت 3 rules. طيب عشان برضو ايه ما نتلخبطش، وعشان نفتكرهم، وعشان ما نقولش مثلا لو رسم لنا حاجة مثلا فيها لخبطة او كده، فخلونا نوضحها كده ايه عن 3 examples ونشوف ايه الكومن ما بينهم. تمام، طيب ايه الكومن؟ اولا بيكون في common vertex او يعني ايه intersection point ما بين التلاتة، مثلا الاتنين كوردز مثلا اللي عندنا، او الاتنين سيكنس اللي عندنا، او التانجنت والسيكنت اللي عندنا، بيكون في كومن بوينت اللي هي point of intersection يعني. تمام، اللي هي هنا مثلا اسمها E، هنا برضو E وهنا برضو E. تمام، حلو. وبيكون في ايه، بيكون في تاتشنج للسيركل، يا اما من نقطتين، يا اما لو تانجنت هيكون ايه من نقطة واحدة زي اخر واحد. تمام، اما لو سيكنت او كورد بيعمل انترسكشن للسيركل في نقطتين. طيب ايه برضو اللي هستفيده؟ هنلاحظ ان الرولز كلها بتتمحور حوالين ايه. خلينا نبص كده، ان احنا هناخد نقطة من اللي على السيركل لحد ال point of intersection. تمام، والتانية برضو ال point of intersection مع نقطة على السيركل. نفس الكلام هنا، نقطة على السيركل لحد point of intersection، حاجة تايمز point of intersection مع point على السيركل. طيب اللي ورا، ال common point أو ال point of intersection مع ال intersection مع السيركل، بعد كده ال common برضو point مع ال intersection مع السيركل، ال common point مع ال intersection مع السيركل، ال common point مع ال intersection مع السيركل. فمحدش يجي يقول لي إن أنا مثلا هعمل إيه، ED times ال DC، لا كده بوظناها. هنلاحظ إن كل واحدة من اللي مكتوبة ال A لل E، يعني من point على السيركل لحد ال intersection مع ال two chords. نفس الكلام EB، واحدة من ال point of intersection مع ال point اللي على السيركل. تمام، يلا CE برضو نقطة على السيركل ونقطة ال intersection، ED نقطة ال intersection نقطة على السيركل. نفس الكلام هنا، يلا EB نقطة ال common، بعد كده ال intersection مع السيركل، EA ال common مع intersection مع السيركل، ED ال common مع intersection مع السيركل، EC common مع intersection مع السيركل. تمام، آخر واحد برضو ال AC اللي هي common مع ال intersection مع السيركل، بس ما عنديش غير هنا في ال tangent ما عنديش غير نقطة واحدة اللي هي C، فهنكررها مرتين فهتبقى EC power 2. تمام، equal ال common برضو مع ال intersection مع السيركل times ال common مع ال intersection مع السيركل.
حلو. بس فلازم ايه تكون واضحة بالنسبة لكم بحيث محدش يتلخبط في اي كيس من التلاتة، تمام؟ بحيث لو لعب في الاشكال ما نتخدعش يعني فيها، تمام؟ بناخد نقطة الكومن مع بوينت اللي هي على السيركل اللي بتعمل انترسكت عندها، تمام؟ يلا بينا نبدأ بقى. أول سؤال بيقول ايه؟ انا عايز الاكس بس، ورسم لنا طبعا دي رول دايركت طبعا، فنقدر نعمل نكتبها يلا بسرعة. يلا نمبر 1 تبقى 7 تايمز 12 ايكوال الاكس تايمز ال 6. يبقى انا لو عايز الاكس هقول ان هي 7 تايمز 12 اوفر 6 اللي هي تطلع 14 اللي هو تشويس بي، تمام؟ اللي وراها نمبر 2 برضو الرول دايركت، فهنقول يبقى 3x times 4x equal 6 times 18، تمام؟ يلا نوزع يبقى 12x square equal 6 times 18. طيب لو انا عايز ال x يبقى ال x هتبقى equal 6 times 18 over 12، وهاخد لهم ايه square root طبعا، ايه مفيش positive و negative عشان دي lenses يعني، بس ونحسبها وتطلع ايكوال كام؟ تطلع ايكوال 3. اروح على طول اختار ال 3 وخلاص؟ لا طب ليه؟ لازم نتشيك هو طالب ايه اصلا. هو طالب السي دي، السي دي كلها. طب انا طلعت الاكس بس هي اللي ب 3، طب انا عايز السي دي. اه ما السي دي هي 3 تايمز الاكس اللي هي ب 3 يعني، بلس ال4 تايمز الايه الاكس برضو اللي هي ب 3. نحسب ده بقى، يبقى 9 بلس 12 أكيد طبعا تبقى كام؟ 21 اللي هي تشويس سي. فناخد بالنا برضو هو طالب ايه، يعني في ساعات مثلا ممكن يطلب الاكس زي أول سؤال، مرة تانية لأ ده طالب السي دي كلها، فناخد بالنا من المطلوب يعني، تمام؟ ده اللي بعده نمبر 3 برضو طالب الاكس، هنقول اكس تايمز الاكس اللي هي اكس سكوارد يعني equal الفور تايمز الناين. يلا يبقى ال x equal square root 4 times 9 تطلع كام؟ 6 اللي هي choice A. يلا اللي بعده 4، رسم الرسمة بس ايه مش حاطط بقى ال givens بقى اللي هو كاتب AE ب 4 نكتبها EB EB ب 6، بعد كده دي اي يعطيها لنا بإكس بلس 1 و سي اي بإكس ماينس 1، تمام؟ عايز الإكس برضه نفس الرول. يلا نمبر 4 يبقى 4 تايمز 6 إيكوال إكس بلس 1 تايمز إكس ماينس 1، تمام؟ في حد ممكن يكون واخد باله طبعا بدل ما أوزع وكده، ملاحظ ان دي فكت مين difference between two squares، فدي ممكن اقول ان هي x squared minus 1 على طول، تمام؟ equal ال 4 times ال 6، وادي ال 1 الناحية التانية يبقى 4 times ال 6 plus بقى ال 1 equal x square، واخد square root يبقى square root 4 times ال 6 plus ال 1 على بعضها، فيديني ال x بكام؟ ب 5، تمام؟ طبعا الاسلوب الايه الاحسن. حد مثلا ما اخدش باله ان دول فاكد الديفرنس مثلا او الفاكتورز يعني بتوع الايه الديفرنس بين تو سكويرز، عادي ممكن يوزع بقى على طول يعني ده تايمز ده وده تايمز ده بلس ده تايمز ده وده تايمز ده، هنوصل ايه لنفس الايه الشكل بعد السمبلست فورم، تمام؟ بس طبعا لو واخدين بالنا يكون احسن طبعا. يلا اللي بعده نمبر 5 عايز radius length of ال circle بكام، تمام؟ هنشتغل عادي كأننا ما نعرفش بنجيب ال radius ازاي ولا حاجة، وبعد كده ممكن نبقى نتصرف بقى ايه في ال radius. مبدئيا هو طالع طبعا من ال center، نزل perpendicular على ال chord ده، فطالما نزل perpendicular فهي bisect ال chord، تمام؟ فلو دي 6 سنتيمتر أكيد دي كمان ايه 6 سنتيمتر،
تمام. فيلا يبقى 6 تايمز 6 هتبقى ايكوال الفور تايمز الايه الاي دي كلها، يبقى الفور تايمز الاي دي. حلو، يلا نقدر نجيب الاي دي كده ولا لا؟ اه طبعا، يبقى الاي دي هتبقى ايكوال 6 تايمز 6 ديفايدد 4 فتطلع 9. تمام، جبت الاي دي طلعت ب 9. اقدر اجيب الريديس كده ولا لا؟ في كذا اسلوب يعني. اول اسلوب مثلا حد يكون واخد باله ان اصلا السي دي كله ده الديامتر بس، يبقى انا عرفت ان الديامتر كله بكام؟ ب 9. 9 بلس ال4 صح؟ 9 بلس ال4 اللي هي كام؟ 13. حلو، يبقى انا لو عايز الراديوس انا ديفايدد 2 بس، يبقى 13 ديفايدد 2 يديني 6.5. طب تمام، دي طريقة، أسرع طريقة يعني. في واحد تاني بقى ممكن يقول لي أو يفكر يعني إيه الطريقة أكتر شوية، يقول إن هي دي اسمها radius. تمام، يروح قايل إن دي كمان اسمها radius، يبقى الحتة مثلا الصغيرة دي بال radius minus الفور بس، ويروح مجمع، يبقى ال r minus الفور plus ال r equal الناين، يبقى 2r equal هيودي دي الناحية التانية، ف9 plus ال4 اللي هي 13، يبقى ال r equal 6.5. ممكن برضه، تمام. المهم نتصرف يعني ايه ونجيب ال radius. حلو، وصلنا يعني ايه نفس الاستنتاج اللي احنا عملناه هنا، بس فالأهم حاجة نكون ايه فاهمين الرسمة يعني، ونقدر نطلع منها ال required. يلا اللي بعده 6، قلنا عندنا في الحصة عشان فيها فكرة ايه كرييتيف شوية. طيب ايه فكرتها؟ ان ايه، ان احنا كنا بنتعامل في الرولز كلها على السيركل كاملة، هنعمل ايه هنا في رسمة زي دي؟ هنرسم الايه، نكمل السيركل احنا. يلا نكمل. فبعد ما نكمل، واحنا عندنا الحتة دي بتو ودي بأكس وده السنتر، يبقى الناحية دي ما ده radius برضو، لو أنا نزلت كده ايه vertical كده. تمام يا ابن يا حبيبي، ماشي. فدي هتبقى بكام اللي هي الحتة دي يعني؟ اه هتبقى 2 plus ال x برضو. تمام، بس كده أنا ايه وصلت للشكل اللي أنا ايه عارفه، معايا 2 chords في السيركل، واقدر اتعامل بنفس الايه الرولز بتاعتي. يلا بينا، هقول ان ال 4 تايمز 6 ايكوال ال 2 تايمز الايه الاكس بقى بلس ال 2 بلس اكس على بعضها، يعني هتبقى اكس بلس 2 بلس اكس كل ده. تمام، لان انا بعمل ايه 4 تايمز 6 هتبقى ايكوال ال 2 تايمز الايه كل ده اكس بلس 2 بلس اكس على بعض. يلا، ف ممكن نعمل divided 2 على طول، يبقى 4 times 6 divided 2 تطلع 12 equal، دي هعمل لها simplify، x plus x يبقى 2x plus 2. عايز انا عملت divide ده عشان كده بقت 12. يلا نودي ال 2 الناحية التانية، فتبقى 10 equal ال 2x، يبقى ال x equal اللي هي choice A. حلو، ففكرة برضو ايه ظريفة ممكن يلعب بيها، بحيث ان ايه محدش يكون حافظ الرول دايركت ويعوض، لا نعمل مثلا ستاب زيادة بس نكون فاهمينها يعني. يلا، 7 طالب السي دي. تمام، يلا الرول بتاعنا كان بيقول ايه، من هنا لهنا تايمز من هنا لهنا ايكوال ده تايمز ده كله. تمام، لازم نتحرك من الكومن بوينت لحد بوينت على السيركل. تمام، محدش يتلخبط ويقول ده وده، لا طالما تو بوينتس من السيركل دي مش موجودة في ولا رول منهم. تمام، لا احنا بنتحرك من كومن بوينت لحد بوينت على السيركل. حلو، يلا نمبر 7 هنقول
يبقى الفايف تايمز الفايف بلس بقى بإيه؟ السبن اللي هي 12 يعني، هتبقى ايكوال السكس تايمز السكس بقى بلس نسميها اكس مثلا، اللي هي السي دي اللي هو عايزها، يبقى سكس بلس الاكس بس. شفت سولف طبعا ايه اسرع حاجة، بدل ما اوزع بقى واعمل ديفيجن او كده، شفت سولف ونخلص يعني. تطلع كام الاكس؟ تطلع الاكس بفور اللي هي تشاي سي. اللي بعده opposite figure بيقول ان دي سي equal الام بي، تمام. عايز ال circumference بتاع ال circle. طب ما ال circumference اصلا equal ايه؟ 2 باي ار. يبقى انا لو جبت ال ار خلاص انا اقدر كده ايه اجيب ال circumference بسهولة. طب هو مين ال ار في الرسمة او في ال circle دي؟ هو ال ام بي، تمام. فال ام بي ده هو ال radius اصلا، ممكن اسميه ار، وال سي دي ما بيقول لي ان هو ايكوال، سميه ار هو كمان. يلا ونتعامل بقى. حلو. يلا نمبر 8 كنا حليناها برضو في الحصة. يلا هنقول ان 6 تايمز دي كلها يقول لها 6 بلس ار هتبقى ايكوال ال 4 تايمز ايه بقى؟ هل هيقول حد يقول لي 4 بلس ار مثلا كده؟ هو ايه ما يسمعش الكلام، لان انا إيه؟ احنا بنتحرك من ال common point لحد point على ال circle. هل ال point M دي point على ال circle؟ لا طبعا. ال circle بال define ان هي ال points اللي هي موجودة هنا، كل ال points دي هي دي ال points اللي بنقول عليها points على ال circle او بت belong لل circle اصلا، تمام. اما بقى نقطة هنا نقطة هنا نقطة هنا جوه ال center نفسه ملهاش علاقة بال circle، تمام. دي بوينت ايه وهمية كده، انما السيركل نفسها بتديفاين بايه البوينتس اللي عليها، اللي هي البوينتس اللي بتكون شكل السيركل نفسها اللي هي الدايرة دي يعني. تمام. بس فزي ما قلت بنتحرك من الكومن بوينت لحد بوينت على السيركل. فالفور دي كانت ايه اللي هي ال AB، كانت من الكومن بوينت لحد بوينت على السيركل فعلا. طيب البوينت التانية اللي على السيركل مش موجودة، بس نقدر ايه اوصل ده كده، اوصل ده كده بحيث ان هو يلمس السيركل من الناحية التانية. بس هروح قايل بقى ان الفور تايمز ايه كل دي، يبقى فور بلس تو ار، لان دي ار ودي ار وانا عايز اخد المسافة كلها، تبقى ار بلس ار بلس فور، يبقى فور بلس تو ار، تمام. بس واكتبها بقى using calculator shift solve ونجيب ال r. فال r تطلع كام؟ بتن. بس جبنا ال r هو عايز ال circumference، خلاص نعوض، نحط ال r بتن، يبقى 2 باي تايمز ال 10 اللي هي تطلع 20 باي يعني. تمام. ناخد بالنا من اللعب في الحاجات دي، هو بيلعب في الكونسيبت نفسه او بيلعب في الرول نفسه، ما بيديهالناش دايركت، تمام. يلا نمبر 9 عايز الاكس، دي ستريت فورورد عادي، نحط بس الرول، يبقى الاكس تايمز الاكس بلس 3 اكس، يلا ايكوال ال 8 تايمز ال 8 بلس اكس بلس 4، تمام. باخدها كلها، باخدها كلها كومن بوينت لحد بوينت على السيركل، common point لحد point على السيركل، common point لحد point على السيركل، common point لحد point على السيركل، تمام. يبقى ال x equal كام؟ يعني using calculator تطلع 6، تمام. يب عايز ال area بقى بتاعت السيركل، اللي هي ال area اللي هي equal كام يعني؟ by r square. يبقى انا لو جبت ال r هقدر اجيب ال area بسهولة، تمام. هو قايل لي بقى طبعا ان ال AC قد ال AM قد ال MB، يعني كلهم ممكن اسميهم R، ما ال M دي السنتر، يبقى دي R ودي R ودي R برضه. طيب وبيقول برضه ان ال CE equal ال ED، يعني دي لو ب3 يبقى اكيد دي كام؟ ب3، تمام. من الاشكال اللي هو عاملها دي، هو ساعات يعني بي ايه ما بيقولش في السؤال وبيعمل ايه
مثلا شرطتين هنا وشرطتين هنا، فنفهم على طول ان الاتنين دول ايكوال. يعني عامل شرطة وشرطة وشرطة، يبقى التلاتة دول ايكوال بعض. تمام. يلا نمبر 10، هقول ان 3 تايمز 3 بلس 3 اللي هي 6 يعني ايكوال ال r تايمز r بلس r بلس r، كل ده اللي هي 3 r يعني. بس يبقى ال r ايكوال كام؟ هيطلع رقم ديسيمال، بس كده كده هعمل له ايه؟ باور 2. فممكن اعمل ال answer باور 2 هيطلع لي 6 عادي، او ان انا اشتغلها ايه بالستبس. يعني دي هتبقى 3 times 6 اللي هي 18 equal 3 r square. هودي ال 3 الناحية التانية، يبقى 18 divided 3 اللي هي 6، يبقى ال r squared equal 6، يبقى ال r equal square root 6. تمام. عايز بقى باي r squared، يبقى باي root 6 all square، فالباور 2 هيضيع على الروت، فتطلع ايه 6 باي. ده choice A. حلو. اللي بعده number 11، BA بيقول ان هي tangent BCE يعطيها لنا ب9، CD يعطيها لنا ب7، عايز AB. طيب احنا عارفين اصلا من الرول ان ال AB square equal ال BC اللي هو ب9 times دي كله، وبعدين سائل ال common point هاد point على السائل، common point هاد point على السائل، common point هاد point على السائل. ماشي، يبقى 9 plus 7 بس. يبقى ال AB اللي أنا عايزه هقول إن هو square root على طول 9 times 9 plus 7 على بعضه. يلا نعمل كده، 9 times 9 plus 7 على بعضها يديني ال AB بكام؟ ب12، اللي هي choice C. next number 12، عايز ننسى الراديوس بتاع السيركل ام، دي ار ودي ار ودي كمان ار، باتش عليها عشان دي من السنتر اهو لحد السيركل. يعني ده تانجنت، فهنقول ان 2 روت 3 باور 2 ده بيكون ال ار تايمز 3 ار، لسه كنا عاملين واحدة شبه فوق. بس فأقدر أجيب بقى إيه الراديوس بسهولة. نعم، أجيبه إزاي؟ ممكن أقول إن هي 2 روت 3 أول باور 2 ديفايد 3 على طول إيكوال ال ار سكوير، وأعمل سكوير روت لكل الكلام ده. تمام. أو إن أنا واحدة واحدة كده أشوف دي على الكالكليتر بكام، هيطلع لي رقم حلو، تبقى أرقام حلوة يعني. تمام، هيطلع الأور ب2 سنتيمتر اللي هي تشويس بي. حلو. اي سي عايزه، تمام سهل، هنقول ان 8 سكوير ايكوال الاي سي اللي انت عايزه اللي هو اكس مثلا تايمز الاكس بلس 12. ما ننساش في ناس كتير بتنسى بقى ايه الحوار ده، مع ان بنقول من الكومن بوينت لحد بوينت على السيركل، فما حدش ينسى ويقول ان هي تايمز 12 على طول، هنتضايق يعني كلنا. حلو، نطلع الاكس ب 4 سنتيمتر تشويس سي. نيكست بيقول لنا اي بي ده إذا سيجمنت تانجنت، ماشي A دي يعطيها لنا 4 B C 12، عايز الراديوس بتاع السيركل أصلا. طيب أنا عارف الرول، هعمل الرول هقول إن ال A B باور 2 إيكوال ال 4 تايمز 4 بلس 12، ما ننساش أهو 4 بلس 12، يبقى أقدر أجيب ال A B بسهولة. يبقى ال A B هيبقى إيكوال سكوير روت ال 4 times 4 plus 12 تطلع ب8. طب انا عرفت ان ده ب8. طب انا عايز الراديوس. ما احنا عارفين ان التانجنت والراديوس، ده راديوس الام بي ده راديوس، عارفين ان التانجنت والراديوس بيعملوا ايه 90 ديجري، صح ولا لا؟ بس
ف using Pythagoras اقدر اجيب السي بي بسهولة. يبقى السي بي هيبقى equal square root ال 12 plus ال 4 على بعضها اللي هي كام 16 يعني square minus ال 8 square. نحسبها تطلع 8 root 3. ده كده السي دي السي بي على بعضه تمام. فأنا عايز بقى الراديوس اللي هو مثلا ام بي او الام سي يعني اعمل ديفايد 2 بس، فيبقى الراديوس بكام؟ اب 4 روت 3. حلو. وكان في حد برضو في الحصة قال لنا فكرة برضو ظريفة، فكرة ان احنا ممكن نعمل ايه، احنا عارفين ان دي بيربنديكولار تمام ما فيهاش مشكلة، وعارفين برضو ان البي دي لو انا وصلته كده ده هيكون 90 برضو ديجري. ليه؟ علشان ده تراينجل بيترسم في سيمي سيركل، فالأوبوزيت للديامتر بيعمل 90 ديجري هنا برضو. فقال لي ان انا هعمل كده وهشتغل اكليديان، صح ولا لا؟ اه طبعا صح تمام. فانا معيش غير اللانسز دول، فاقدر اجيب الام دي 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 ها فاقدر اجيب الام دي البي دي ولا ايه بسهولة. ازاي؟ البي دي هتبقى ايكوال بي دي يعني سكوير ايكوال الفور تايمز التويلف، فاقدر اجيب البي دي. بعد ما اجيب البي دي هيشتغل بقى بايثاجورس بس على الترينجل ده بس تمام، وبالنسبة له هيكون ده الهايبوتنس. حلو. تعالوا نعمل يبقى سكوير روت فور تايمز التويلف تطلع فور روت ثري تمام. ده كده بفور روت ثري. طب انا عايز بقى ده كله مثلا، يلا هيعمل سكوير روت تويلف سكوير بلس الفور روت ثري وما ننساش البراكت كله سكوير، فتطلع دي كلها بإيت روت ثري، يبقى نصه بكام؟ فور روت ثري برضه تمام. فبرضه كان أسلوب إيه حلو، وحد يعني إيه بيفكر فمظبوط. حلو، يلا اللي بعده. بيقول ان ال opposite figure a m b is a right angle at m. هو بيقول لنا ان احنا right angle تمام. the radius of the circle is 3 وال a d 1. عايز ال b c. طيب فهنسمي ال b c مثلا x تمام. يب هنشتغل كده بالرول على طول ولا محتاج تعديل لسه على الرسمة عشان أعرف أعمل الرول مظبوط؟ اه طبعا محتاج تعديل ومحتاج لينسز ومحتاج حاجات تانية. طيب ايه التعديل مثلا؟ أول حاجة اه طبعا إن أنا هعمل extension عشان ألمس السيركل عند نقطتين. طيب طب ال extension اللي أنا عملته ده حد يقول بكام؟ 3. ما هو زي الراديوس، ما هو بيقول ان الراديوس بتاع السيركل ايكوال 3 سنتيمتر، وهو راسم الام بي اهو ب 3، فدي كمان ب 3. طب ما برضه الام دي ده راديوس، يبقى ده كمان ب 3. وده مهم جدا علشان اعرف اكمل، لان ما ينفعش يبقى كل ده انونز. يعني انا ما عنديش غير ايكويشن واحده، فانا هجيب انون واحد اللي هو عايزه وخلاص، مش هينفع بقى ازود بقى انونز كتير يعني. تمام. يعني حتى الاي سي ده ما ينفعش يكون انون برضه، يعني لو اقدر اجيبه اقدر اجيبه in terms of ال x فتمام. طيب انا اقدر اعمل حاجه زي كده؟ اه لو ركزنا بقى في ال right angle triangle اللي هو بيقوله عليه ده، فاحنا عندنا دي ب1 وده ب3، يعني السايد ده كله كام؟ 4، ودي ب3. طيب اقدر اجيب كده ال a b ولا لا؟ اه ب بايثاغورس عادي square root 4 squared plus 3 squared تطلع كام؟ 5. بس ده مهم برضو علشان اكمل السؤال، فلو عرفت ده ب5 اه اقدر اجيب كده ال AC in terms of ال X عادي. ازاي؟ هي ال 5 كلها بس ماينس منها ليه ال X بس. عملت كده كده انا اقدر ايه اكمل بقى مظبوط. يلا حد يقول لي اكتب ايه؟ ممكن نبدأ بال 5 minus ال X ماشي times ايه بقى؟ اه 5 minus X plus ال X اللي هي 5 يعني كلها، اللي هي دي كلها اللي هي 5 يعني تمام. حتى لو حد مش واخد باله هيشتغل 5 minus x plus ال x عادي، يعني كده كده دي هتروح معادي بس.
هتبقى equal ال 1 times دي كلها اللي هي كام؟ 6 plus 1 اللي هي 7 يعني. بس using calculator بقى نطلع ال x تطلع 3.6. تمام تمام بقى choice A. اللي بعده عايز area اصلا triangle ABC. طيب انا عارف ان area triangle ABC ده هو half times base times height. تمام هو قايل لي ان الانجل بي دي ب 90، يبقى انا كده عرفت على طول مين البيز ومين الهايت، يعني اقدر اعتبر ان ده البيز وان ده الهايت، صح ولا لا؟ فانا ممكن اسمي ده مثلا البيز واسمي ده الهايت. تمام هقول ان اريا هيبقى هاف تايمز البيز تايمز الهايت. لو انا عرفت البيز والهايت او عرفت البي اتش على بعضه ولا البيز تايمز الهايت يعني بكام على بعضه، خلاص انا اقدر ايه اتصرف واجيب يعني ايه ال area. طيب هو قايل لي برضو ان ال BC قد ايه ال AD، يعني دي كمان ممكن اسميها base برضو، صح ولا لا؟ اه ما انا دي اللي سميتها ال base، فانا دي قدها اسميها base برضو. يلا الرول بقى، يبقى 6 times دي كلها اللي يعني 6 plus ال 8 اللي تطلع كام يعني 14 equal البيز اللي انا مسميه بيز يعني و تايمز الهايت، صح ولا لا؟ اه فانا لقيت حاجة حلوة قوي بقى، ان اهي البيز تايمز الهايت اهي عرفت اجيبها برقم اللي هي 6 تايمز ال 14 اللي هي ب 84 يعني. بس اقدر كده اجيب الاريا ولا لا؟ اه طبعا، يبقى الهاف تايمز بيز تايمز الهايت اللي هي طلعناها بكام؟ ب 84. يبقى اعملها بس تايمز الهاف تطلع كام؟ 42 أكيد طبعا. تمام كنا حللناها برضه في الحصة، فايه لو حد نساها نسينا بنفتكر مع بعض. يلا اللي بعده عطينا حاجات بس مش كاتبها على الرسمة فهنكتبها. دي اي اعطيهولنا ب 2 ماشي، او اي ب 9 ماشي، دي اي 6 اوكي، اي بي ايكوال ان اي بي اللي هي الحتة دي يعني ايكوال ان اي ماشي، اللي هو هعملهم يعني. اي سي از ا سيجمنت تانجنت ماشي، ده تانجنت ماشي. عايز الاي سي نفسه يعني عايز ده بكام؟ طيب اتصرف ده ازاي؟ خلينا نكتب اللي هو عايزه نسميه اكس. تمام سؤال حلو وجامع ما بين الرولز تقريبا يعني ايه معظم الرولز يعني. يلا لو ركزنا جوه السيركل كده مين اللي اقدر اجيبه؟ او ببساطة جدا اقدر اجيب ال ان اي. تمام من الجبن اللي هو عطيهولي ده انا اقدر اجيب ال ان اي بسهولة. ازاي؟ ما دول تو كوردز اللي هما البي ان والدي او ده، بس هعمل كده واجيب ال ان اي. بعد كده بقى اشوف حوار الايه الاكس اللي انا عايزه. يلا يبقى 2 تايمز ال 9 ايكوال ال 6 تايمز ال ان اي. تمام يبقى ال ان اي بكام؟ ب 3. عرفت ان ده خلينا بلون تاني عشان ده اللي انا جبته ب 3. طيب هو قايل برضو ان ال ان اي قد ال اي بي، انا دي كمان ب 3. بس اقدر اجيب كده الاكس ولا لا؟ اه طبعا معايا تانجنت وسيكنت، اقدر استعمل رول تانجنت وسيكنت. يبقى الاكس سكوير ايكوال الثري اللي هي الاي بي يعني تايمز ده كله اللي هي ثري بلس السكس بلس الثري. تمام بس نقدر نجيب بقى الاكس بسهولة، سكوير روت ثري تايمز الثري بلس السكس بلس الثري زي ما هي على الكالكليتر تطلع الاكس ب 6. تمام اللي هي choice B. سؤال برضو ايه حلو، بدل ما يجيب مثلا سؤالين واحدة كورد وكورد وواحدة مثلا تانجنت وسيكنت، لا ده جاب لنا الاتنين في واحد. جميلة يعني. AT
طالب الدي اي تمام، نسميه اكس. يلا بينا. ده لازم نحلل برضو الرسمة، كنا حللناها برضو في الليكتشر يعني، بس خلينا ايه نشوف الرسمة ونشوف هنقدر نعمل ايه. اول حاجة كنا قايلين ان الام ده common center تمام، والاي دي تانجنت عند الاي يعني في تانجنت على السيركل اللي جوه، وعند البي في تانجنت على السيركل اللي بره. كنا قايلين ان احنا لو نزلنا من الام للاي يعني الاي دي اللي هي التانجنت عنده فده الراديوس، فهنعمل ايه بيربنديكولار هنا. طالما نزلنا بيربنديكولار تمام على الكورد اللي هو اسمه سي دي بالنسبة للسيركل الكبيرة، فبنبايسكت ايه الكورد ده، فلو دي اكس يبقى دي كمان ايه اكس تمام. هي فكرة ظريفة يعني ان هو ايه استنتجنا حاجات من السيركل الصغيرة راحت ربطانا بالسيركل الكبيرة يعني. ايه اللي من السيركل الصغيرة؟ ان احنا نزلنا من السنتر بتاعها على التانجنت كده، فهنعمل 90 ديجري. ولو بصينا بقى على السيركل الكبيرة، ان احنا السيركل الكبيرة ايه لو بصينا عليها ان السي دي ده بالنسبة لنا كورد للسيركل الكبيرة تمام، بس هينزل هنا ايه بيربنديكولار من السنتر بتاع السيركل الكبيرة، ودي كده كده كومن سنتر. فطالما بينزل بيربنديكولار على الكورد يبقى ايه هاي بايسكت الكورد ده تمام. يلا بينا نبص بقى على السيركل الكبيرة، فهنقول ان ال a b سكوير اللي هو يعني ده في تي ال 8 يعني سكوير هتبقى ايكوال ال 4 تايمز كل دي، يبقى 4 بلس اكس بلس اكس اللي هي 2 اكس. يلا نقدر نجيب الاكس كده بسهولة using calculator، فتطلع الاكس بكام؟ 6 سنتيمتر اللي هي choice C. اللي بعديها برضو بتربط لنا 2 circles ببعضيها وكانت فكرة ظريفة. يلا 19 هنقول ايه لو ركزنا على الحتة اللي فيها اكس مثلا، مش هنقول ان 2 اكس سكوير قول يعني سكوير ايكوال السي بي تايمز السي اي، صح ولا لا؟ صح يعني نفكنا من السيركل دي دلوقتي، لو ركزنا كده هنلاقي ده تانجنت ودي سيكنت تمام، هنقول ان سي بي تايمز السي اي. طيب تعالوا نكتب سي بي تايمز السي اي. حلو نركز بقى على السيركل الصغير، هنلاقي ان في ايه دول 2 سيكنس. طيب في التو سيكنس هنقول ان ايه بقى ان 7 تايمز 7 بلس 9 يعني 7 تايمز 7 بلس 9 ايكوال مين السي بي تايمز السي اي، صح ولا لا؟ بس طب ما انا ببساطة جدا طالما ده ايكوال سي بي تايمز سي اي، طب ما ناخدها واحطها ايه في اللي فوق. يلا نعمل كده، تعالوا نحسب بس 7 تايمز 7 بلس 9 تطلع كام على بعضها، تطلع 112 يعني دي كلها ب 112. يلا لو انا عايز الاكس بقى اعمل سكوير روت، يبقى ال 2 اكس هتبقى ايكوال سكوير روت ال 112 ده هي ب 4 روت 7. طب انا عايز الاكس بس، يبقى الاكس ايكوال 2 روت 7 اللي هي تشويس بي. حلو يلا اللي بعده 20، عايز ال a b سميها اكس. نعم شبه اللي برضو الايه اللي قبليها، شبه اللي اسمها ايه 18 تقريبا يعني نفس الكونسبت يعني. هنعمل ايه؟ هنوصل ما بين السنتر بتاع الصغيرة ننزل على الاي، هننزل ايه بيربنديكلر. طالما نزلنا بيربنديكلر على السيركل بقى الكبيرة فهي بايسكت الكورد، فلو دي بسري يبقى دي كمان بسري. بس طب الاكس تطلع بكام بقى؟ هنقول ان الاكس سكوير ايكوال ال 2 تايمز كو
كل دي يبقى 2 بلس 3 بلس 3 يعني 8 يعني. بس يبقى ال x equal square root 2 times ال 8 اللي هي تطلع ب 4 اللي هي choice A. تمام، عملناها بسرعة عشان احنا حلينا شبهها في ايه، في 18 يعني. حلو، 21. رجعنا بقى ايه، مش السيركل، رجعنا للسيميلاريتي. هو اصلا كل الرولز دي جاية من ايه، اصلها يعني السيميلاريتي. طيب ممكن كده يفكرنا بالسيميلاريتي، ممكن عادي. طيب هنلاحظ ايه بقى، طبعا الانجل دي هي الانجل دي، والاي ده كومن انجل، فنقدر نقول ان تراينجل مين اي بي سي مثلا، اي بي سي هيكون سيميلر لتراينجل اي برضو عشان دي كومن. بعد كده اي و دي، تمام، عشان السي هي اللي عندها الايه زيها الدي. بس واقدر اكتب الريشيو، هيبقى اي بي على اي اي ايكوال، نفتكر بي سي على اي دي ايكوال اي سي على اي دي. حلو، مين معايا ومين مش معايا؟ يلا اي بي معايا، اه معايا 4 بلس 2 اللي هي ب 6 يعني. طب اي اي ده انا عايزها باكس. طب بي سي مش معايا، ولا اي دي معايا. طب اي سي او معايا ب اكس بلس 1، اي دي معايا، معايا ب 2. بس يلا كروس مالتيبليكيشن، وبعد كده اكتبها على الكالكليت، يبقى 6 تايمز 2 ده تايمز ده ايكوال ده تايمز ده ايكوال اكس تايمز اكس بلس 1. بس فتطلع الاكس بكام using calculator، تطلع ب 3 اللي هي choice B. تمام، حد ممكن يقول طب ايه اللي جايبها يعني في سؤال في الليسن ده يعني او كده، فتعالوا نشوف يعني هو ليه جايبها. هو حاطط ان دي equal لدي، تمام. طيب مش انا عارف بقى ان دي يعني، دي لو اسمها سيتا مثلا، حلو، ده هيكون برضو سيتا، يبقى الحتة دي بكام؟ of 180 minus theta، صح ولا لأ؟ طيب مش دول two opposite angles كده ال sum بتاعهم ب 180؟ اه يعني 180 minus theta plus theta بكام؟ ما هي ب 180. بس فالمفروض ان انا استنتج ان ال اسمه ايه quadrilateral يعني، ده اللي هو ال BCED ده، هو مين ماله؟ اه cyclic quad. فلو انا استنتجت كده، فانا اقدر استعمل بقى ايه الرسم اللي احنا كنا لسه فيه، ان انا لو رسمت سيركل كده بتعدي على، هرسمها لكم اهي، بتعدي على السايكل الكوادريلاترال كده، ف هنلاحظ ايه، خلاص بقت ايه سيكنت سيكنت المفروض يعني، بس الرسمة معاقة برضو. فهنقول بقى ان ال 2 times ال 2 plus 4، تعالوا نكتب، يبقى هنقول ان ال 2 times ال 2 plus 4 هتبقى equal ال x times ال x plus 1. لو بصينا كده هنلاقي نفس اللي احنا كنا كاتبينه اصلا، او مع ال 2 plus 4 اللي هي كام يعني، اه دي ب 6 اللي هي 6 times 2 يعني equal x times x plus 1. بس نشوف بقى مين اسهل لنا يعني، يعني فكرة برضو السايكل كواد دي اظن اسرع يعني، لو احنا استنتجنا على طول اه ما دي سيتا يبقى دي 180 ماينس سيتا ودي كمان سيتا، يبقى احنا كده سايكل كواد، يبقى سيكنت سيكنت هعمل ده تايمز ده ايكوال ده تايمز ده، فتمام. لا عجباني السيميلاريتي، تمام برضه. حلو، الاصل بتاعنا هو ايه اصلا السيميلاريتي. حلو، يلا نمبر 22، عايزينها بانهي اسلوب، سيميلاريتي برضه ولا عايزينها بالسايكل كواد؟ احنا حلينا اللي فوقيها بالسيميلاريتي، تعالوا نحل دي برضو بالايه، بالسايكليك كود بقى. يلا عندنا الانجل دي، ايه الانجل دي؟ طيب يبقى فين السايكليك كود اللي عندنا؟
فهنلاحظ ان ايه خلينا نشوف كده، AEOC ده سايكليك كواد. طب ازاي؟ ما الانجل دي ايكوال الانجل دي، طب برضه ازاي سايكليك كواد؟ خلينا نرسم السيركل اهو. لو نلاحظ كده هنلاقي ايه، ان الانجل دي اللي هو بيقول ان هم ايكوال لبعض، الانجل دي والانجل دي ايكوال لبعض، وهو فعلا هما inscribed on the same ايه arc اللي هو ال OE، صح ولا لا؟ ما هي لو حد مش شايفها ال inscribed same arc same arc بتاع ده، تمام. فهنلاحظ ان ايه، ان هما cyclic، ان ال quadrilateral ده cyclic quad فعلا، تمام. بس فلو عرفت كده اقدر اطبق بقى الرولز اللي انا عارفها. فهقول ان الاكس تايمز اكس بلس 2 هاديشنز من الكومن بوينت لحد بوينت على السيركل ايكوال ال 3 تايمز ال 8 بس، واقدر اجيب كده الايه الاكس، بيطلع الاكس بكام؟ ب 4 سنتيمتر. حلو، دي طريقة. حد مثلا عايز، لا مش عاجباه السايكليك كواد، عايز يحلها بالسيميلاريتي، عادي برضه يعني. ممكن تعالوا نشوفها بالسيميلاريتي هتبقى ازاي. اهي لو بالسيميلاريتي هقول ان تراينجل ال بي اي سي سيميلر لتراينجل بي او اي، ليه؟ ما انا عارف ان دي قد دي، ماشي يعني، ودي قد دي عشان vertically opposite angle، تمام. يبقى اكيد الانجل التالتة دي، احنا ما بين الترينجل اللي هنا واللي هنا، ماشي، يبقى اكيد الانجل التالتة دي هي الانجل ايه دي، تمام. دول ما يهمناش، الصغيرين دول ما يهموناش، ماشي. طب ايه اللي يهمني؟ الكبير بقى. لو بصينا بقى على الكبير هنلاقي ان ايه اللي هو ده يعني، وده هنعملهم تاني، وده تمام. فهنلاحظ ان الانجل دي هي الانجل دي، تمام، والبي ده كومن انجل بس. فقلت ان البي اي سي هيبقى سيميلر لترينجل بي برضو بس او اي، تمام. هكتب الريشيز وهنشتغل كريس كروس، هنوصل لنفس الايه الريزلت يعني، تمام. هنلاحظ ان اكس تايمز اكس بلس 2 اهي ايكوال 3 تايمز الايه ال 8 زي ما احنا كاتبين بس. فاي اسلوب ايه اكسبتد، شوف ايه الاسهل يعني. طيب اللي بعده نمبر 23 برضه هنعمل ايه؟ اكيد طبعا هنكمل السيركل عشان نعرف نعمل الرولز. فيلا نكمل السيركل اهو. لو كملنا السيركل يلا برضه الكورد ده مش كامل يعني، لمس عند نقطة واحدة، لا احنا عايزينه عند نقطتين، فهنكمله. يلا بينا اهو كملناه. ها نكمل ازاي بقى؟ هو بيقول ان الحتة دي قد الحتة دي، هو عايز ايه اصلا؟ الام اي يعني، هو هنسميها اكس، عايز الحتة دي. طب ما الاي دي برضو زيها باكس برضو. طب ما انا عارف اصلا ان الام دي ما ده ريديوس، صح ولا لا؟ طب ما الام سمي اي حرف اف مثلا، طب ما الام اف ما ده ريديوس برضو. طب ما لو ده باكس وده باكس، ويعني الريديوس بتو اكس، يعني دي بتو اكس، صح ولا لا؟ بس اقدر اكمل كده ولا لا؟ طبعا تو كوردز، بقت مسألة سهلة جدا. فهنقول بقى ان 3 تايمز ال 8 ايكوال الاكس تايمز ايه ال 3 اكس، صح ولا لا؟ دي كلها ف 2 اكس بلس الاكس اللي هي 3 اكس، تمام. بس يبقى الاكس ايكوال رقم بقى ايه، وحش او رقم حلو؟ غالبا هيطلع رقم وحش يعني. تعالوا نعملها بستبس عشان يطلع رقم ايه شغال يعني في التريسز. يلا 3 تايمز ال 8 تطلع ب 24 ايكوال 3 اكس سكوير، يبقى الاكس سكوير ايكوال هنعمل 24 بقى ديفايد ب 3 يطلع 8، يبقى الاكس ايكوال سكوير روت ال 8 اللي يطلع كام يعني؟ 2 روت 2 يعني، تمام. بس يبقى الاكس اللي هو كان عايزه ب 2 روت 2. حلو، يلا اللي بعده.
رسم لنا كده كورتين في بعض، two intersecting circles at C و E، ماشي B E touches the larger circle. touches دي يعني ايه؟ tangent يعني دي، تمام. at E وال A F عطيها لنا وال F C زي ما هو رسم يعني، السي دي برضه عطيها لنا، عايز بس هو ال B E كله، عايز كل دي. طيب نعمل ايه؟ فكروا فيها. طبعا هي مسألة يعني ايه هاي ستاندرد يعني، بس انتوا قدها يعني. طيب نعمل ايه؟ ممكن لو نوضحها، بص هعمل حاجة وهتوضح على طول، بس يعني الفكرة ان انتوا ايه تعرفوا تجيبوها لوحدكم يعني. طيب لو انا عملت كده، بصوا اهو اهو اهو، وشلت ده كل ده، اقدر اجيب ال E F كده ولا لا؟ طبعا. ازاي؟ ما انا عارف ان ال E F ده تانجنت السيركل الكبيرة، هو قايل اصلا، وعطيني اصلا دي كان اسمها سي، عطيني السي دي بفايف. طيب ما انا اقدر اجيب ال E F، ال E F سكوير هيبقى ايكوال ال الحتة دي كان عطيها لي برضو كام؟ كان عطيها لي بفور، ماشي هنا نشطبها، تبقى واضحة اللي هي هتبقى بفور تايمز الكام؟ ناين، صح ولا لأ؟ دي كلها بس، يبقى أنا أقدر أجيب بسهولة الـ EF هيبقى سكوير روت الفور تايمز الناين، اللي هتطلع ب الـ EF يعني هيطلع ب 6. عرفت ان ده ب6. طيب اقدر اجيب بقى في السيركل بقى يلا الصغير، اقدر اجيب بقى الحتة دي، طبعا. ازاي؟ ما انا لو شطبت برضو السيركل الكبيرة دي كأنها مش موجودة، هنلاحظ ان ده وده كورد، بس بالرول بقى كورد بكورد بقى ايه عبيط. يلا فهنقول ان 3 times ال 4 هتبقى equal ال BF تايمز ال6، تمام. فاقدر اجيب البي اف برضو بسهولة 3 تايمز ال4 ديفايدد ال6 تطلع ب2، عرفت ان الحتة دي ب2 والحتة دي ب6، يبقى هو عايزها بقى كلها، يبقى هعمل ايه؟ 2 بلس 6 ده يطلع ب8 سنتيمتر، تمام تمام ففكرة برضو ايه هاي ستاندرد اهو، ومش واضحة يعني. بصوا لو بصيناها مثلا لل بي اي كله، لا مش هتبقى واضحة، بس احنا لازم نستنتج، هو قايل لنا ان ده تانجنت للسيركل الكبيرة، فلازم نديتكت على طول يعني ايه لو في سيكنت مثلا مع التانجنت عشان نعمل الرول وهكذا، تمام. هناخد بالنا من السؤال زي ده. يلا 25 two circles touching internally من جوه وكده at B A B and A D two tangent لل smaller circle للصغيرة دي at B و D. حلو، عطينا بقى ال C D وعطينا ال D E وال A B بيقول لنا انها ب X، عايز ال X بقى. طيب نعمل ايه؟ لو ركزنا كده على السيركل الصغيرة، تعالوا نركز على السيركل الصغيرة، مش انا عارف ان ال A D وال A B دول two tangents. طيب هل في رول انا واخده تانجنت تانجنت؟ الاثنين هم بي وبي انترسكت في نفس البوينت كده اهو، ممكن استنتج انا الرول عادي، مش انا ممكن اقول ان الاي بي سكويرد ايكوال الاي دي سكويرد، صح ولا لا؟ بس او حاجه تكون انتوا عارفينها يعني من ميدل 3، ان طالما تو تانجنتس كده وبي انترسكت في نقطه يبقى اكيد الاي بي ايكوال الاي دي، تمام. او لو ما كناش عارفينها عادي ممكن نستنتج بإيه الرول اللي احنا عارفينه، ان اي بي سكويرد ايكوال، اقدر اقول له ان هو ايكوال الاي دي هول سكوير، نعمل سكوير روت بوث سايدز، يبقى الاي بي عرفت ان هو ايكوال الاي دي بس. فلو الاي بي باكس يبقى الاي دي كده كله باكس برضه. حلو، طيب اعمل ايه بقى؟ اكمل ازاي؟ خلاص كده احنا خلصنا من السيركل الصغير، يلا نركز بقى في السيركل الكبير.
طيب السيركل الكبيرة برضو الاي بي ده تانجنت للسيركل الكبيرة، يبقى اقدر اقول ان الاكس سكوير هتبقى ايكوال، انا عايز بقى الحتة دي اي سي عشان اقول ان الاي سي تايمز الايه الاي اي كلها. يلا نعمل ايه عشان عارف ان دي كلها باكس والحتة دي بون. طيب يبقى الاي سي بكام؟ مش هقدر اقول ان هو اكس اشيل منها الون صح ولا لا؟ اه طبعا. بس هروح قايل بقى ان ايكوال اكس ماينس الون تايمز بقى ايه دي كلها اللي هي كام يعني، هتبقى اكس بلس التو. تمام اكس بلس التو. بس اقدر اجيب كده الاكس معايا ايكويشن واحدة فيها الاكس unknown، اقدر اجيبها او ان انا اعمل distribution او كده او بشيفت سولف ان شاء الله يحلها. حلها وطلعت ب2. حلو، فبقى الاكس بكام؟ ب2 كده. التشويسز ايه؟ خلصت.